بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. السيدات والسادة النواب محترمين، السيدة والسيد، السيدة الوزيرة، السيد الوزير، بمزيد من الأسى والحزن والأسف تابعنا جميعا نبأ المصاب الجلل الذي لحق العائلة الملكية الشريفة، وذلك بانتقال صاحبة السمو الملكي الأميرة لالة لطيفة والدة مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأعزه ونصره وأطال عمره الميمون إلى ذمة الله وعفوه ورحمته. وبهذه المناسبة الأليمة ندرع إلى الله عز وجل أن يشمل الفقيدة الكريمة بواسع رحمته ورضوانه ومغفرته، ويكرم مثواه ويسكنها فسيح جنانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يمن على مولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة بالصبر الجميل، وأن يديم على جلالته العز والسؤدد ويكلله بالنصر والمجد. السيدات والسادة النواب محترمين، أدعوكم للوقوف لقراءة الفاتحة على روح فقيدة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السيد الوزير المحترم، السيدتين الوزيرتين المحترمتين، السادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، السيدات والسادة النواب المحترمون، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، نخصص هذه الجلسة للأسئلة الشفهية، ويتضمن جدول أعمالها 37 سؤال موزعة على القطاعات التالية: الشباب والثقافة والتواصل، النقل واللوجيستيك، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وأخيرا انتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وعملا بمقتضيات المادة 149 من النظام الداخلي، أعطي الكلمة للسيدة أمينة المجلس لتلاوتي على الرئاسة، فلتتفضل مشكورة. شكرا سيد رئيس. توصل مكتب المجلس من سيد رئيس الحكومة بمشروع قانون رقم 3224 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها. مشروع قانون رقم 1823 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي. وتوصل مكتب المجلس أيضا بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادتين 3 و 4 من القانون رقم 114 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. تقدم به السيد النائب رشيد الحموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية وباقي عضوات وأعضاء الفريق. عدد الأسئلة الشفوية والكتابية والأجوبة الكتابية التي توصل بها مجلس النواب من 24 يونيو إلى 1 يوليوز 2024، حيث توصلت الرئاسة ب 52 سؤالا شفويا، 92 سؤالا كتابيا، 89 جوابا على الأسئلة الكتابية، تم سحب سؤال كتابي واحد. شكرا سيد رئيس. شكرا سيدة الأمينة. حضرت السيدات والسادة، قبل
الشروع في جدول أعمالنا، أخبر السيدات والسادة النواب المحترمين أن الرئاسة توصلت برسالة من السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، يخبر فيها أن السيدة وزيرة انتقال الطاقي والتنمية المستدامة تطلب فيها ترتيب الأسئلة الشفهية الموجهة إليها في بداية الجلسة نظرا لارتباطها بالتزامات حكومية طارئة. كما أخبر السيدات والسادة النواب المحترمين أن المجلس سيعقد يوم غد الثلاثاء إن شاء الله ابتداء من الساعة 10 صباحا جلسة عمومية ستخصص لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية. الآن نشرع في بسط الأسئلة الشفهية المدرجة بجدول أعمالنا ونستهلها بقطاع انتقال الطاقي والتنمية المستدامة. مرحبا بالسيدة الوزيرة. تفضل السيد رئيس. السيد رئيس التنسيسي. شكرا السيد رئيس، أتناول الكلمة في إطار المادة 151 لمسألتين اثنتين. أولا هو رفع كل لبس أو سوء فهم في إطار عمل المجلس، أريد أن أذكر مرة أخرى بأن الغاية من تناول الكلمة هو يعني تعديل وإصلاح ما يمكن إصلاحه، ليس إلا وأن الفريق الحركي لا مشكلة له لا مع الرئاسة ولا مع المكتب طبعا لأن كاين تفسيرات أخرى، ولا كذلك مع الزميلات والزملاء، وحنا جميعا نسعى إلى القيام بالمهمة ديالنا. ثانيا في إطار دائما المادة 151، المادة 183 سيد الرئيس واضحة وضوح الشمس تقول على أن اللجان لها 8 نتاع الأسابيع باش تدرس قبل أو ترفض يعني المقترحات القوانين. كاين مجهود، حنا الغاية ديالنا كنا بغينا نثيروا انتباه الحكومة، تم ذلك ومشكورين، بداوا المقترحات تتمشى، ما عندنا مشكل فقط اللي ما تمتش الدراسة ديالها خصنا نرفعوها للمكتب ثم المجلس ونفضيو الموضوع باش الدورة المقبلة نبداوها من الصفر عاوتاني إن شاء الله. شكرا السيد رئيس. شكرا. تفضل السيد رئيس. سي بوانو. السيد الرئيس محمد غيات، نتمنى لك التوفيق وطبعا ان شاء الله ستكون موفقا. احنا نقطه نظام السيد الرئيس، لانه الاسبوع الماضي انسحبنا من الجلسه، اسباب ديال الانسحاب صحيح كاين واحد الجزء عنده علاقه بالتسيير بالتاكيد، وانتم كنتوا حاضرين معنا وشفتوا النتائج ديالها، والجزء الثاني متعلق بالاسباب، من بين الاسباب هو الماده 152، بحيث ان المكتب يعني ولا كيحبسها كلها باسماء، باقي ما حسبناش الموضوع، ما حسبناش في النظام الداخلي. اليوم كانت عندنا جلسه ما حسبناش، ندعوكم السيد الرئيس انكم في المكتب هذا الموضوع تعطيه الاهتمام باش يدوز، لانه لا يعقل منين بدينا الدوره منين بدينا هذه الولايه هذه يعني مره واحده دازت الماده 152، هذا غير معقول وغير ما يمكنش يتفهم نهائيا. فلذلك احنا الاسباب علاش انسحبنا الاسبوع الماضي لا زالت قائمه فيما يتعلق بهذا الموضوع. طبعا كاين مواضيع اخرى تتعلق بالجلسه الشهريه، تتعلق بمقترحات القوانين، تتعلق بطريقه سير الجلسه الى غير ذلك، ولكن هذا الموضوع ارجو انكم ان تناقشوه بما يلزم من الجديه. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس، هذه الملاحظات ديالكم سوف ترفع الى مكتب المجلس قصد اتخاذ ما هو متعين. تفضل السيد الرئيس. شكرا السيد رئيس. نقطة نظام في سياق المادتين 151 و152. السيد رئيس، الأسبوع الأخير انسحبت المعارضة من هذه الجلسة، وكانت رسالتنا واضحة هي الرجوع إلى جادة الصواب بتطبيق النظام الداخلي. فالمادة 152 من النظام الداخلي لا تمنح أي رقابة لا لمكتب المجلس ولا لرئاسة المجلس على المواضع الطارئة التي نتحدث فيها في نهاية الجلسة.
هذه عقبة فوضت في هذه الولاية ينبغي التراجع عنها ورجوع إلى جادة الصواب، لأنه السيد رئيس رئيس الفريق يعمل على إشعاع رئاسة المجلس، ورئاسة المجلس تقوم بإشعاع الحكومة البرمجة هي التي تكون باتفاق مع الحكومة، ولا وجود لأي عقبة قبلية لمكتب المجلس على عمل السيدات والسادة النواب. لذا نلتمس منكم إبلاغ المسألة إلى مكتب المجلس وحذف كل عقبة على أعمال السيدات والسادة النواب، وشكرا. شكرا سيد رئيس. أنا ما كنتش غادي، ولكن غادي نتفاعل مع النقاط المطروحة. السيدات والسادة، راه قوة المؤسسات في القوة ديال الهياكل ديالها، واللي يمكن لكم تأكدوا منه بأن مكتب مجلس النواب يتعامل بعقلانية ويحترم المساطير ويحترم الدستور والنظام الداخلي. وبالتالي هذه النقاط كلها اللي قلته اللي فيها لبس، احنا مجموعين واي واحد فينا كنواب كنائبات نعطيه المقترحات ديال التعديلات ديالنا في النظام الداخلي باش هذا اللبس يتحيد بصفة نهائية. شكرا. وغادي نبداو بالجدول ديال الاعمال ديالنا. السؤال الاول عن تعميم استعمال الطاقه النظيفه للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه، فليتفضل احد وضعي السؤال. مشكور. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزيره، نتساءل عن التدابير المتخذه لدعم وتشجيع وتعميم استعمال الطاقه النظيفه ببلادنا. جواب سيد الوزيره. أن السيد الرئيس المحترم، وشكرا السيد النائب المحترم على هذا السؤال. إلى حدود اليوم قمنا بإنجاز مشاريع ديال تقريبا 4600 ديال الميجاوات ديال الطاقات النظيفة، واللي كتوجد اليوم حاليا في طور الاستغلال. ففي النصف الولاية الحكومية الحالية عطينا رخصنا 2000 ميجاوات ديال الطاقات النظيفة، وهذه أكبر قدرة رخصتها الوزارة في التاريخ ديالها خلال سنتين. تم اتخاذ طبعا مجموعة من الإجراءات تدابير باش نسرعوا هاد التعميم ديال استعمال الطاقه النظيفه. رفعنا من وتيره الاستثمار السنوي باش يوصل 4 المليار ديال الدرهم سنويا، من 4 المليار الى 15 مليار ديال الدرهم سنويا في هذه الفتره الجايه حتى 2027. واشتغلنا على العائق الاساسي ديال التعميم ديال الطاقه النظيفه هي الشبكه، فكنعبئنا واحد الاستثمارات اللي غتتجاوز 30 مليار ديال الدرهم، اللي هي اكثر من 5 مليار ديال الدرهم سنويا هذه الفترة، بما ما كتجاوز مليار في سنويا في خلال الفترة ما بين 2009 و 2022. وطبعا راكم شفتوا الإصلاحات التشريعية اللي درناها، إصدار النصوص التشريعية المهمة لتطوير الإنتاج اللامركز والطاقات النظيفة. فهذه المجهودات كلها مكنتنا أولا باش نصدقوا على القدرة الاستيعابية ديال الشبكة، وثانيا لنشر تعريفة ديال الولوج واستعمال الشبكة الكهربائية والخدمات ديال المنظومة الكهربائية أول مرة في 31 يناير في 2024 هذه السنة. وشكرا. شكرا السيد الوزيره. تعقيب السيد النائب، تفضل. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزيره، فعلا انا لا ننكر ما قامت به الحكومه في هذا الميدان، ولكن السيدة الوزيرة إلا كنا حنا تنقولوا على أن المغرب هو رائد في هذا المجال في الطاقة النظيفة، فأولا كاين واحد كاين البطء الكبير، لأنه اليوم المغرب مازال ما وصلناش النتيجة اللي بغينا. ثانيا السيدة الوزيرة، اسمع، هناك يعني المجال الترابي لا يحترم في هذه الاتفاقيات، لان هناك مناطق يعني بالمنطقه هي منطقه مراكش اللي حنا تنتوفروا على جميع المقومات، لا البحريه ولا الجبليه ولا الصحراويه ولا المائيه. هذه المنطقه ديال مراكش اسفي مازال ما اخذتش الحق ديالها في هذا الباب، لانه حنا اش اللي بغينا طاقه نظيفه ولكن اللي يلمس بها المواطن. اليوم حنايا في المغرب المواطن مازال ما تيحش انه كاين واحد الانتاج، رغم انه الحمد لله ما كاينش عندنا الانقطاعات الكهربائيه، ولكن بين ندوزو من الانقطاعات الكهربائيه ان يكون الثمن في متوالي متناول المواطن، لانه اليوم الكهرباء ثمن الكهرباء فهو باقي غالي، وحنا عندنا جميع الظروف، لا الطاقه الريحيه ولا الطاقه المائيه ولا الطاقه الشمسيه ولا الطاقه النظيفه، يعني كل شيء عندنا الحمد لله. تنطلب منكم السيده الوزيره ان المبالغ يعني تضيفوها باش تكون. شكرا. شكرا سيد نائب.
طبقا لمقتضيات المادة 267 من النظام الداخلي، هل هناك تعقيبات إضافية؟ معارضة أغلبية. رد السيدة الوزيرة. زيد أنه من غير مضاعفة الاستثمارات 4 المرات أو 5 المرات سنويا في 12 جهة المملكة ما نقدروش نسرع الوتيرة أكثر، فهذه أسرع وتيرة كانت في التاريخ ديال الوزارة. شكرا. شكرا السيدة الوزيرة. السؤال الموالي عن فتح باب الاستثمار الوطني والأجنبي لإحداث وحدات صغيرة ومتوسطة للتقرير والتخزين. للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكور. شكرا السيد الوزير. سيدة الوزيرة المحترمة، عن الأسامير أسائلكم، ثم تتعرفوا دابا التكلفة والإشاعات الكبيرة اللي تدور حول الموضوع، هل من إجابة في هذا الإطار؟ شكرا السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس المحترم، وشكرا السيد النائب المحترم من الفريق الحركي على هذا السؤال حول لاسامير وحول التكرير ديال البترول في البلاد. فطبعا على سامير ما كاينش جديد من غير ان الموضوع باقي مطروح في المحكمه الدوليه. وثانيا فيما يخص الاستثمارات في قطاع التكرير، كيف ما كتعرفوا كتعمل الوزاره بتنسيق مع وزاره التجهيز والماء باش نعقلنوا لاجل عقلنه التخطيط ديال البنيه التحتيه بما فيها طبعا بنيات ديال اللوجيستيكية البترولية بما فيها التكرير. وطبعا كتعمل الوزارة على النظام الجديد ديال تدبير المخزون الاحتياطي في إطار شراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وطبعا باش نزيبوا المستوى اللي كيستلزمه القانون مع السهرة على توزيع هذه القدرات التخزينية على جميع مناطق المملكة. ولذلك هذا الباب باقي مفتوح وإن شاء الله غيبقى مفتوح. شكرا. شكرا السيدة الوزيرة. السيد رئيس تفضل. شكرا السيدة الوزيرة. احنا في الواقع اللي تهم المواطنين هو يعرفوا واش كاين شي امال باش تخفض الاسعار بفضل هذا المصفات او لا مجموعه المصفات صغيره اللي يتفتح باب الاستثمار الاجانب. دابا الا خدينا يعني في الشريط البحري تبارك الله، راه التكلفه نتاع نقل المحروقات غادي يمكن تنقص. حنا اللي بغينا كذلك هو نعرفوا واش كاين شي رؤيه استباقيه بشكل نهائي لهذا الموضوع. دابا دائما تيتقالنا راه كاين الحكم، راه كاين التحكيم، ولكن اين نحن من هذا الموضوع؟ شكرا. شكرا السيد نائب. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ تعقيب السيده الوزيره. شكرا السيد الرئيس المحترم، وشكرا السيد النائب المحترم. هو كيف ما قلنا من قبل، الاستثمارات في التكرير ديال البترول ملي كتوصلنا طلبات وهاد الطلبات جد ضئيله ما كترفضش، وهذا الشيء كيخضع لواحد المسطره اللي معروفه حسب احكام الظهير الشريف ديال 1973 اللي كيعطي مجموعه ديال الالتزامات للمستثمر. كيف ما كان الحجم ديال هذه المصفات ديال التكرير، اولا الوفاء بالالتزامات ديال التخزين ديال النفط الخام القانونيه. شكرا السيد. شكرا السيدة الوزيرة. تفضلي السيدة الوزيرة. واحد جوج ديال والله على حسابني، كان باقي عندي 8 ديال الثواني. استيفاء المواد المكرره اللي خصوصا اللي كتوجه للسوق الوطني، المميزات القانونيه اللي جاري بها العمل، ولكن خصوصا نظرا للاكراهات البيئيه ديال المصافات البتروليه، هذه كتدخل حتى هي في خانه المشاريع الصناعه الطاقه اللي خاضعه لدراسه التاثير على البيئه بموجب القوانين اللي جاري بها. شكرا السيده الوزيره. سؤال عن الاثار المترتبه عن سوء تدبير النفايات الناجمة عن بعض المطارح العمومية. للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورة. شكرا السيد الرئيس. السيدة الوزيرة، نسائلك عن التدابير والإجراءات التي تنوينا اتخاذها للحد من الآثار الناجمة عن سوء تدبير نفايات الناتج عن بعض المطارح العمومية على المستوى الجهوي والوطني. جواب السيدة الوزيرة.
السيد الرئيس المحترم والسيد النائب المحترم اللي ولفتين على هذا السؤال، وطبعا هذه مناسبة أيضا باش نعاود نجاوبوا على هذا السؤال اللي هو جد مهم، لأن البرنامج الوطني للنفاية المنزلية كان دار بشراكة ما بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية في إطار دعم الحكومة لجماعات الترابية من أجل تدبير مندمج لهذا القطاع، ومكن هذا البرنامج باش يحقق مجموعة من الإنجازات، ولكن كانوا بعض الإشكاليات. الكلفة الإجمالية ديال البرنامج الأول كانت 21 مليار ديال الدرهم، الوزارة عطات فيه 3 مليار ديال الدرهم، بالإضافة طبعا توفير المساعدة التقنية للجماعات الترابية باش ينجزوا دراسة الجدوى وإعداد الملفات طلبات العروض للمشاريع ديالها لمدرجة في هذا القطاع. قمنا اليوم بصياغة واحد الرؤية جديدة للتدبير المندمج والمستدام لهذه النفايات اللي غتمكن التثمين ديالها والتخلص ديالها من طريقة الايكولوجية والحتم الآثار ديالها على البيئة وعلى المواطن. بعض الأشياء الجديدة من غير آخر مرة تكلمنا عليها، فأولا بغينا نزيدوا في هذه الرؤية الجديدة، وبغينا الدعم ديال الشركاء ديالنا خصوصا في الجماعات الترابية، اعتماد النظام ديال الجمع الانتقائي ديال النفايات المنزلية، وتنفيذ ديالنا واحد النمط خاص لتدبير النفايات المنزلية كيتلائم مع الخصوصيات والحاجيات خصوصا ديال الجماعات الترابية ما كتجاوزش النفايات ديالها الكمية ديال النفايات ديالها 50 ألف طن سنويا. وشكرا. تعقيب السيد النائب الحسين بن طيب، تفضل. شكرا السيدة الوزيرة على هذه المعلومات ديالك، وشكرا على الكلام الطيب انكم ولفتوني كنطرح هذا السؤال. اليوم غنمشي في التعقيب في اتجاه اخر. اليوم المطرح هو مصنع، والنفايات هي مواد أولية. اليوم المطرح هو فرصة كبيرة لخلق فرص شغل كثيرة. اليوم المطرح هو نفذوا واحد العدد ديال الابتكارات اللي كاينه اليوم، يمكننا نطبقوها على النفايات باش نخرجوا منها طاقة، مواد أولية مستعملة. واليوم ليكو سيستيم، هذا النظام، هذا الاقتصاد الدائري، يمكننا نسدوا الحلقة ديالو باش نقدروا نقولوا بأننا اليوم ماشيين مع التصور العالمي من هذا المنظومة بالضبط اللي هي جد مهمة. واليوم وكما كتعرفوا وفعلا عندكم هذه الرؤيه هذه، وعارفين عندكم هذه الرؤيه، بغينا التسريع في التنزيل ديالها. اليوم هذه الرؤيه كذلك القضيه اللي فيها جد مهمه هو ان نستعملوا التكنولوجيا الحيويه باش نقدروا نتريتيو ليكسيفيا، باش نقدروا بعد البكتيريا اللي كتساهم في تدمير التربه، تولي عندنا التربه حتى هي صالحه للزراعه. اليوم المسؤولية العمومية المطرح هي مسؤولية جوار، مسؤولية التقائية، واحد العدد ديال القطاعات عمومية اللي خصنا ندبروها هذا المطرح هذا بالرؤية المتحدة ديال هذه القطاعات كلها باش نقدروا نوصلوا الحلول في أقرب الأوقات إن شاء الله. شكرا سيد نائب. هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس المحترم. في هذا الوقت اللي بقى لي غادي غنقول لكم بان معولين عليكم، لانه غادي نردوا مشروع القانون 48-23 اللي غيغير ويتمم القانون 28-00 هذه السنه اللي كتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وفيها طبعا تثمين النفايات والاسس ديال الاقتصاد الدائري اللي كنتكلموا عليها. اليوم خدينا بعين الاعتبار مجموعه من المبادئ والمقتضيات. شكرا السيد الوزير. ليس جديد. نمر الى السؤال الموالي متعلق بخلق صناعات لتتمين المواد المعدنية المستخرجة محليا، للسيدات والسادة النواب محترمين من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، فليتفضل أحد وضعي السؤال. مشكورا. شكرا سيد الرئيس. سيدة الوزيرة، باستثناء الفوسفات كنلاحظوا أن قطاع المعادن لا يرقى في مجال التصنيع، ومستغل بشكل عشوائي وغير منظم، ومحيط جل المناجم يعاني الفقر والهشاشة، والساكنة المحلية محرومة من الاستفادة من مردودية هذه الثروات المستخرجة، ويعرف محيطه تدهور كبير في البيئة. سؤالي، ما هي السياسة المتخذة من أجل تتميم المعادن الوطنية؟ جواب سيدة الوزيرة. السيد الرئيس المحترم والسيد النائب المحترم على هذا السؤال، هو طبعا متفقين معكم من غير ميدان الفوسفات كاين كتوفر بلادنا على مجموعه ديال الوحدات الصناعيه لانتاج مواد معدنيه اخرى مركزه كسبائك الفضه والاكسيد الزنك وقضبان ديال الكوبالت، ولكن هذا الشيء غير كافي، متفقين معكم في هذه القضيه. فلذلك كنشتغلنا على واحد في اطار واحد مقاربه تشاركيه جديده خدمناها مع لتطوير القطاع المعدني للنهوض بهذا القطاع مع الفيدراليات والمتعاونيات في القطاع،
عبر التركيز ايضا على المعادن الاستراتيجيه والحرجه وتحسين الحكامه ديال هذا القطاع، لان كانت مشكله ديال الحكامه اللي كاينه في هذا القطاع. فاليوم كتعمل الوزاره على مواكبه المقاولات المنجميه اللي انخرطات بشكل ملموس في تحقيق الهدف الوطني، خصوصا هذيك اللي انخرطات في ورش ديال الاصلاح ديال المنظومه الاجتماعيه، كما ان مراجعه القانون 33/13 اللي هو قانون جد مهم غادي يرجع في هذه الاشهر المقبله ان شاء الله للبرلمان المتعلق بالمناجم، غادي يمكن من تقويه الصناعه المعدنيه المستدامه والرفع من مستوى التحويل والتثمين قطاعيا ومحليا. وشكرا. شكرا للسيدة الوزيرة. تعقيب السيد النائب المحترم. شكرا السيدة الوزيرة. هي مضت 3 سنوات وما زالت الحكومة تفتقد لرؤية واضحة لاستغلال وتثمين المعادن عوض بيعها خام الخارج، وما زلنا لا نفهم تأخر الوزارة لحد الآن في وضع لائحة المعادن الاستراتيجية والحرجة للاقتصاد الوطني، ولم تقم بإخراج نصوص تشريعية منظمة للأنشطة المرتبطة بالمعادن، ولم تضع أي خطة بين وزارية لتعزيز وتثمين المعادن الوطنية، ولم تعمل كذلك على تبسيط المساطر الإدارية وتسهيل ولوج المستثمرين وتحفيزهم. اليوم كنطالبوا في الفريق الاشتراكي الحكومة الإسراع بوضع استراتيجية واضحة للنهوض بقطاع المعادن لتعزيز السيادة الصناعية ولتحقيق أهداف الانتقال الطاقي والرقمي والتنمية المستدامة ببلادنا. شكرا. شكرا السيد نائب. هل هناك تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد نائب. السيدة الوزيرة، نمر إلى سؤال متعلق بالغاز بيوتان للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم والاشتراكية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكور. تفضل السيد نائب. شكرا السيد رئيس. السيدة الوزيرة، قدمت الحكومة مؤخرا على ازدياد في سعر غاز البوتان 10 دراهم نسبة للقنينة الكبيرة و 2 دراهم و50 للقنينة الصغيرة، اللي بطبيعة الحال قرار اعتبرنا في التقدم الاشتراكية مزحفا وجائرا، لا سيما انه جاء في واحد التوقيت اللي كيتسم بالغلاء الفاحش والمستمر لجل المواد الأساسية. هذا القرار اللي ربما عنده تأثير مباشر او عنده انعكاسات سلبية على القدرة الاشترائية للمواطن بشكل مباشر، ماشي لان البوطاز نافع 10 درهم ولا 2 درهم ونص، ولكن انها عنده علاقة او استخدام متواصل مع مجموعة من القطاعات والخدمات اللي استحضر هنا، قطاع الدواجين، تربية الدواجين، هناك المصبانات، هناك المخابيز، هناك المقاهي، هناك المطالة، الحدادة، مجموعة من القطاعات اللي عندها علاقة بالحياة اليوم للمواطن، وبالتالي فالزيادة هذه أثرت على المواطن بشكل مباشر. السيدة الوزيرة ما كنهضرش على 10 دراهم فقط، لأن المواطن ممكن يستعمل القنينة أو كاين على أكثر. شكرا السيد النائب. شكرا. جاوب السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس محترم، وشكرا السيد نائب محترم على فريق تقدميه تقدم اشتراكي على طرحكم هذا السؤال حول الغاز بوتان. لابد لا باس ان نذكر ان اصلاح المنظومه ديال الدعم ديال غاز بوتان تيدخل كيندرج في اطار تنزيل الورش الاصلاحي الشامل للمنظومه الاجتماعيه والاصلاح التدريجي لصندوق المقاصه، اللي كيهدف الى اولا اعتماد الدعم المباشر والمستهدف للاسر اللي كتستاهل وكتستحق الدعم عبر السجل الاجتماعي الموحد. وطبعا كانت هذا الشيء عزز مجموعة من البرامج المهمة، خاصة تعميم التغذية الصحية. باش نرجعوا لغاز بوتان بطريقة مباشرة، كاين 15 شركة اليوم اللي كتوزع القنينات ديال 12 كيلو 6 كيلو 3 كيلو. القنينات ديال 12 كيلو في شهر يونيو بلغات 96 درهم، فلذلك الدولة ضخات 46 درهم ديال الدعم في هذه القنينة. فيما يخص الهوامش ديال الربح ديال الفاعلين في هذا الميدان، كتحد محددة بقرار وزاري كما تم تغييره وتتميمه. فيما يخص. شكرا السيدة الوزيرة. تعقيب السيد نائب محترم. انتهى الوقت. من تعقيبات إضافية؟ تفضلي يا سيدة النائبة. السيدة الوزيرة، قهرتوا المغاربة بكثرة الزيادات وكملتوها بزيادة في البوطة اللي تزاد معاها كل شيء. من المستفيد؟ بلادنا كتنتج الغاز من تندرارة، واش المغاربة ما عندهم حق في خيرات بلادهم أو أنها حكر عليكم فقط؟ بغيتوا للأسف تصلحوا المقاصة ولكن ما عرفتوش. شكرا. السيدة الوزيرة، هل متعقبات إضافية؟ السيدة الوزيرة، بقي عندك شوية الوقت.
في بعض الثواني لاخر مره. غاز تندراره هو غاز طبيعي، الغاز البوطان هو مشتقات ديال البترول، ما عندهم حتى شي علاقه مع بعضياتهم. فلذلك في كاع الميادين اللي كيكون فيهم بدائل تنعطيو البدائل، وكاين تحفيزات ضريبيه باش نعطيو بحال في الفلاحه اللي كيكون ضخ. شكرا شكرا سيده الوزيره. سؤال آني عن نهوض بقطاع المعادن بالمغرب للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصلاء والمعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورة سيد رئيس. سيد تويزي. سؤال. دونك غادي نتجاوزوا هاد. تفضل سي ابراهيم. السيد الرئيس، واحد الملتمس السيد الرئيس، ربما واش درتوه في المكتب. دابا السيده الوزيره عندها الجواب وباين باللي عندها معطيات، ولكن الوقت ضيق، واش كاين الامكانيه ان الجواب ديالها يسلم للرئاسه مكتوب باش حنا يمكن نطلعوا عليه، نظرا لان دقيقه او دقيقه ونص لا يفي في مواضيع مهمه بحال مثلا الغاز ديال البوطان او شيء من هذا القبيل. شكرا. سيتم ذلك سي البرايمي. شكرا سيده الوزيره. سؤال آني عن نهوض بقطاع المعادن بالمغرب للسيدات والسادة النواب محترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورة. يؤجل. تفضل السيد الرئيس. هذا السؤالين يؤجلان إلى الأسبوع المقبل إن شاء الله، لأن السيدة النواب الكينين كان إشكالية فيما يخص انتقال في ثلاثة العشية للجوج، ولكن خلل فيما يخص هذا الموضوع والأستاذ النواب ما جاو شيء. شكرا شكرا سيد الرئيس. سؤال آني عن تطوير اكتشاف الغاز ومستجداته ببلادنا للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورة. تفضل السيد نائب. شكرا سيد الرئيس. عن آفاق تطوير اكتشاف الغاز وكذا مستجداته ببلادنا نسائلكم. السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس المحترم وشكرا السيد نائب المحترم على هذا السؤال. المجهودات اللي بذلناها هي صراحه مجهودات جباره في هذا النصف الاولي الحكوميه، مكنات من توفير بنيه استثماريه باش نجلبوا المستثمرين واكتشاف الغاز بكميات مشجعه اولا نفس الضرر في الجهه الشرقيه وفي العرائش، مؤخرا في سواحل العرائش. قامت الوزاره باعداد تصور شمولي للقطاع ديال الغاز الطبيعي عبر تحيين الاستراتيجيه المتعلقه بهذا القطاع واعداد خارطه الطريق باش تتضمن المراحل الكبرى لانشاء البنيه التحتيه. فقمنا في شهر مارس 2024 باش نوقعوا على مذكره تفاهم بين اربعه الوزارات وخمسه ديال المؤسسات العموميه باش ننسقوا الاعمال ديالنا في هذا القطاع، ونظمنا ورشه مال القطاع الخاص المغربي والدولي في 31 ماي 2024 باش نقدموا التصور الجديد بما فيه تسريع غاز سندراره والعرايش. واخيرا بدات البوادر ديال هذه المجهودات في نصف الولايه الحكوميه كتبان باستثمارات مغربيه واجنبيه اللي كتشجع مشاريع سندراره والعرايش. فكما تعلمون في 2024 قامت شركه اجنبيه ببيع ما يناهز تقريبا مليار ديال الدولار من الاصول ديالها في مصر وايطاليا وكرواسيا باش تركز على الاستثمار ديالها في العرايش. وقامت شركه خاصه مغربيه باعلان عن تمويل اكثر من 35 مليون ديال الدولار باش تسرع مشروع ديال تندراره. فلذلك حنا بكل فخر كنعززوا بالتحول اللي كيعرفوا المغرب. اولا رجعت الثقه ديال المستثمرين الخواص الاجانب والمغاربه في الطاقه المغربيه وفي الغاز الطبيعي المغربي، وايضا كيتحول المغرب الى الممر الوحيد لعبور الطاقه. شكرا. تعقيب السيد نائب. السيدة الوزيرة، اتجهت بلادنا في السنوات الأخيرة إلى الاستثمار في البحث والتنقيب عن الغاز في مختلف مناطق المملكة، وهناك فرضيات واعدة توحي بوجود الغاز بكميات وافرة في تندرارة وحوض الليكسوس والصويرة وغيرها.
كما أن دعم غاز البوطان يكلف ميزانية الدولة ما يقارب 14 مليار درهم، في حال ما كانت أسعار الغاز دولية لا تتجاوز 3500 درهم للطن. هذا وقد سجل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عجز مالي سنة 2023 بقدر 60 مليار درهم، وكل فاتورة طاقية تكلف المواطن 100 درهم فإن قيمتها الحقيقية هي 175 درهم، والدولة تؤدي 75 درهم عن المواطن في إطار دعم القدرة الشرائية للمواطنين. ولمعالجة تداعيات استيراد الغاز واسترجاع تكلفته المالية وتقليص حجم التبعية الطاقية لبلادنا بالخارج وتأثيره على مدخرات بلادنا من العملة الصعبة، نقترح ما يلي: الرفع من ميزانية البحث والتنقيب عن الغاز في مناطق أخرى من المملكة. السادة النواب الله يجازيكم بخير، السيدة الوزيرة خلونا الله يجازيكم. كمل سيدنا. إنجاز البنية التحتية اللازمة لتخزين الغاز بكميات كافية في أوقات انخفاض أسعاره عالميا، مواصلة بلادنا اقتناء ناقلة الغاز لتقليص تكلفة الشحن لتفادي المضاربات التي يعرفها قطاع النقل. شكرا السيد نائب. هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد السيدة الوزيرة، انتهى الوقت. كنشكرك السيدة الوزيرة على المساهمة ديالك في هذه الجلسة، وننتقل إلى قطاع الشباب والثقافة والتواصل. مرحبا بالسيد الوزير. السؤال الأول عن تحسين الهوية المغربية من تداعيات الثورة الرقمية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورا السيد الرئيس. السيد الوزير، نسائلكم عن الإجراءات التي تتخذونها بخصوص الثورة الرقمية وعن تداعيات سلبية للمؤثرين مغاربة ينشطون في شبكات التواصل الاجتماعي والتي تشكل تهديدا لقيم أطفالنا وشبابنا وتدميرا للهوية المغربية من خلال نشر محتويات خادشة للحياة محرضة على العنف الجنسي وعلى تفتيت الأخلاق المتنافية مع قيم وأخلاق المغاربة. وأكثر من هذا السيد الوزير، أن هناك من يستغلون هذه المواقع للتسول بضعف المسنين وأحيانا بالأطفال في حالة إعاقة من أجل ربح المال. شكرا. جواب السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد نائب على هذا السؤال ذو الأهمية الخاصة والهامة. فعلا كنتفقوا جميع على وجود نوع من الفوضى داخل وسائل التواصل الاجتماعي بسبب وجود محتوى إما يكون زائف أو يمس بالحياة الخاصة للأفراد. وهنا يجب التذكير على أن للمواطنات والمواطنين وحتى للنواب والنائبات الحق للجوء للقضاء، حيث إن القانون الجنائي يعاقب على جميع أفعال مرتبطة بمحتويات منشورة خادشة للحياة ومحرضة على العنف الجنسي وغيرها من أفعال مرفوضة. وإلى جانب ما هو قانوني، فإن الوزارة تشتغل على عدد من المبادرات التي تهدف إلى نشر محتوى إيجابي في الإنترنت. بداية يعني كتعرف بأن هادشي ديال الإنترنت شحال ما كان محتوى وخدمنا عليه كلنا جميع كمؤسسات كطبع كقطاع الاتصال حتى كمجتمع مدني، إلا وأن المواطن المغربي غيولي عنده الحق في الاختيار حتى المنشورة أو ما يطور في الإنترنت. في هذا الإطار الوزارة دارت مجموعة ديال المبادرات، تكلمنا على بالنسبة للهوية المغربية درنا عدد من البرامج منها علاش المغرب، وهي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات تبرز الغنى والتراث الثقافي المغربي، إضافة إلى برنامج نية وهو متحف رقمي يضم محتويات إنجاز الرياضية الوطنية، إضافة إلى عدد أخرى من المحتويات يتم نشرها بشكل يومي بالتعريف بالثقافة والتراث والهوية المغربية. مسؤولية بالطبع كيف ما قلت قبيلة هي مسؤولية مجتمعية، ونحن كذلك كنخدموا مع المجتمع المدني او كندعموا المبادرات ديال المجتمع المدني. تعقيب السيد نائب محترم. السيد الوزير، بطبيعه الحال حريه التعبير هو مبدا دافع عليه حزب الاستقلال منذ تاسيسه، ونحن من هنا ننوه بجميع المؤثرين الذين ينشرون الوعي والفكر
والثقافة الهادفة بالنسبة للمغاربة. لكن السيد الوزير ما يمكنش المواطن هو اللي يقوم بدور الدولة، لابد من تدخل الأمن بالنسبة للقضاء ومن تدخل القانون. هناك فصول 502 من القانون الجنائي اللي تهضر على الفساد والتحريض ديالو، هناك فصول 327 إلى 330 ولكن يهضر على التسول الأطفال ولكن ما تهضرش عن طريق المواقع الاجتماعية. ولهذا لابد من تحسين القانون، ولابد أن عندكم مديرية ديال الطفولة والشباب اللي خصها تتبع بتنسيق مع وزارة العدل، لأن مواطن بسيط يشوف تقول الدولة لا ساكتة أنا راه ما يمكنش أنا غنجي ندعي. شكرا السيد نائب المحترم. هل من تعقيبات إضافية؟ أظن السيد الوزير ما بقاش لك مات. شكرا. نمر إلى السؤال عن تطوير الصناعة الثقافية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق تجمع الوطني الأحرار. تفضلي سيدة النائبة المحترمة. سيد الرئيس، سيد الوزير، نسائلكم سيد الوزير عن الإجراءات التي اتخذتموها من أجل تطوير الصناعة الثقافية، وما هي الأولويات المحددة والأجندة الزمنية المرسومة والكلفة المالية المطلوبة لتأسيس صناعة ثقافية تليق بالمغرب حاضره ومستقبله، وشكرا. سيد الوزير. كاين جوج أسئلة. لا. شكرا سيد الرئيس. بداية لابد تذكير أنك في مذكرة سيدة النائبة أن الصناعة الثقافية والإبداعية كنعتبرها أساس استراتيجية وزارة الشباب الثقافة والتواصل، إيمانا بنا بأن الثقافة اليوم هي اقتصاد كيخلق مناصب شغل ويساهم في تطوير الاقتصاد الوطني، ولا بد من جعل من الثقافة عبارة عن منظومة اقتصادية أكثر من ترفيهية أو قضاء وقت فارغ. كيف ما كتعرفوا اشتغلت الوزاره على تطوير عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين BMDA، واليوم اصبح مؤسسه عموميه وقريبا سيتم استكمال هيكله ويلعب دور مهم في مجال حقوق التاليف والمساهمه في الصناعه الثقافيه والابداعيه. اشتغلنا كذلك على النصوص القانونيه التي اقرها القانون الفنان والمهن الفنيه، من بينها المرسوم المتعلق بالحمايه الاجتماعيه للفنان، كذلك المطلب وما يمكنناش نتكلموا على صناعه ثقافيه بدون الدفاع على الفنانات والفنانين. كنعتبر كذلك ان المقاوله الثقافيه لها خصوصيه ولان دورها يتعدى الربح المادي، ومن هذا المنطلق كتشتغل الوزاره على تنزيل توصيات المناظره الوطنيه للجبايات لزاسيس دافيسكاليتي المتعلقه بالمقاولات الثقافيه، كما اشير الى ان الصناعه الثقافيه والابداعيه اصبحت ضمن ميثاق الاستثمار وكذلك المجالات الاشتغال صندوق محمد السادس للاستثمار. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، نحن في فريق تجمع الوطني للأحرار نثمن جهودكم المستمرة لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية، ومع ذلك نرى أن هناك فرص كبيرة لتوسيع هذه الجهود وتعزيزها من خلال استثمارات أكبر وابتكارات جديدة تعزز من قيمة تراثنا الثقافي وتساهم في نموه الذاتي، بالإضافة إلى القيمة المضافة التي يمكن أن يقدمها الاقتصاد الوطني ودعم الأهداف السياحية للمغرب، وذلك أولا بتوجيه مزيد من الاستثمارات نحو المشاريع الثقافية والإبداعية لضمان تحقيق نمو مستدام. يمكنها أن تشمل هذه الاستثمارات بنية تحتية ثقافية حديثة وتقديم دعم مالي للفنانين والمبدعين المحليين. ثانيا بتعزيز الابتكار في مجال الصناعات الثقافية من خلال تبني تكنولوجيا حديثة والرقمنة. ثالثا بتطوير استراتيجيات تسويقية متقدمة لترويج التراث الثقافي المغربي على الصعيدين المحلي والدولي، وأخيرا بتعزيز الشراكات الدولية بناء شراكات دولية مع منظمات ثقافية عالمية من أجل تبادل الخبرات، ونص على التركيز على التعليم والتدريب وتطوير برامج تعليمية وتدريبية. شكرا سيدة النائبة. هل هناك تعقيبات إضافية في الموضوع؟ رد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. شكرا سيدة النائبة. كنتفق معكم بالطبع في الحكومة في هذا المجال. مجموعة ديال المبادرات ديجا طلقناها منذ 2022 بما فيهم نوستالجيا للهدف ديالها هو التعريف بالمآثر التاريخية عبر الأعمال المسرحية والفنية، واللي بالطبع وراءها كتخلق مناصب شغل وكيكون واحد الترويج للإقليم أو المدينة اللي كيكون فيها هذا النشاط. ونعطيك النموذج ديال الأسبوع الماضي في مدينة شاون اللي عرفت واحد الرواج اقتصادي اجتماعي مهم بالنسبة للفنانات والفنانين، وكذلك
هكذا تعريف لقصبة وتاريخ كذلك لمدينة شاون. شكرا. شكرا السيد الوزير. ونمر إلى السؤالان المواليان يحملان رقم 3 و4، يتناولان موضوع موسم التخييم، لذا سيتم طرحهما في إطار وحدة الموضوع ليتولى السيد الوزير الإجابة عليهما. السؤال الأول للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي، فليتفضل أحد وضعي السؤال. مشكورا. عن برامج موسم التخييم نسائلكم السيد الوزير. شكرا. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم والاشتراكية، سيدة الرئيسة. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، اولا كنحييكم على اطلاق العرض الوطني للتخييم في وقت مبكر، كما نحيي العمل المتميز الذي تقوم به الجامعه الوطنيه للتخييم على اسهامها القيم كشريك لكم في البرنامج، مع تشديدنا على ضروره الزام كافه الجمعيات المستفيده بالتقيد الفعلي بدفتر تحملات البرنامج الوطني للتخييم، ونتطلع في فريق التقدم الاشتراكيه الى الارتكاز على التراكمات الايجابيه في مجال التخييم من اجل تجاوز مختلف الاكراهات التي عاشتها مواسم التخييم السابقة. ونعتقد أن أكبر رهان خلال الموسم التخييم الجديد هو أن تكون فعلا هذه المخيمات مخيمات للجميع، وأن تستهدف أساسا أطفال العالم القروي وضواحي المدن والأطفال المنتمين إلى الفئات المستضعفة. لذا نسائلكم سيد الوزير، كيف يمكن الوصول إلى هذا الهدف في ظل تقليص عدد الأطفال المستفيدين وفي ظل ما آلت إليه بعض البنية التحتية التخييمية من تدهور ملحوظ؟ كذلك نسائلكم حول التدابير الضرورية من أجل توسيع خريطة التخييم مجاليا. شكرا السيد الوزير. السيد الرئيسة، السيد الوزير يمكن لك دوز المنصة. سي بون. يعني شكرا السيد الرئيس، شكرا السيد النائب والسيدة النائبة. بالطبع نخبركم أن الوزارة أطلقت كيفما ذكرتها السيدة النائبة العرض الوطني للتخييم الموسم 24 في تاريخ 5 فبراير الأخير تحت شعار معا لشباب مسؤول ومتألق، وكتبذل الوزارة الجهود اللازمة لإنجاح عملية التخييم لهذه السنة وتوفير تجربة غنية وآمنة للأطفال المشاركين، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات. بخصوص جاهزية مراكز التخييم، نذكر بأن إعداد الشبكة الوطنية لمراكز التخييم القارة والتي حددت في 37 مركزا للتخييم تغطي كافة جهات المملكة بطاقة استيعابية للولوج تقريبا 80 ألف مستفيد ومستفيدة، في حين لا تتم برمجة بعض الفضاءات لعدم جاهزيتها. كان من المسؤولية ديالنا السيدة النائبة أن جميع الأطفال يستفدوا نفس النوع من المخيمات، ما يمكنليش واحد الشاب أو واحد الطفل جا الزهر يستفد من واحد المخيم جديد يلا تبنى يلا جديد، وواحد الطفل آخر غيستفد من واحد المخيم اللي تبنى في الستينات ما عمره ما ترمم. هذه مسؤولية ديال القطاع بجميع مدراءها الجهويين والمسؤولين المركزيين، فخدينا هذا القرار باش نستثمروا في المخيمات، نغلقوهم هذه السنة باش نستثمروا فيهم باش يكونوا واجدين السنة المقبلة. حاولنا الوزارة كتعمل دابا مع شركها على انتقاء فضاءات خاصة باش نحاولوا نتجاوبوا مع المطالب ديال الجمعيات. كاين، انا متفق معك، 80,000 100,000 ما كافياش، واخا نوصلوا حتى ل 200,000 ما غاديش تكفي، ولكن كنحاولوا نتجاوبوا مع الجميع، مع الجمعيات اللي في المدن على العالم القروي. دوله المنير هذه العمليه كيف ما كتعرفوا ما كنديروهاش بوحدنا، هذه شراكه مع الجامعه ولنا الثقه فيها، لانها هي اللي كتدبر الاعمال يوميا ديالها مع الجمعيات، لنا الثقه فيها باش تحاول تدبر الامور بما هو احسن. شنو هو بما هو احسن؟ بالطبع كاين اللي كيبغي 300 كتجي 150، وكتعرفوا سيد النائبه هذا الموضوع دائما كيجي في هذا الوقت ديال السنه، ومجموعه ديال النائبات والنواب هنا يعني كيحاولوا يدخلوا، ولكن العدد هو هذا. كنا نحسبوها 80,000 لا تدخل كل واحد، راه ما غاديش نقدروا نجاوبوا مع الجميع. كنحاولوا نكونوا يعني افيكاس، كنحاولوا نكونوا مع الافيكاسيتي ونحاولوا نتجاوبوا مع المطالب كلها ديال ساكنه المملكه المغربيه. اللي بغيت نضيف هو كنحاولوا كذلك هذه السنه ندخلوا حتى في البرمجه والتنشيط داخل المخيمات. سابقا كيف ما كتعرفوا شكرا كانت هذه شكرا السيد النائب. السيد الوزير، تعقيب السيد النائب عن الفريق الحركي. السيد الوزير، الجميع يعلم السيد الوزير انكم تتبذلوا مجهودات من خلال العرض ديالكم، ولكن هذا موضوع كبير واني يعني صعيب باش نطرقوا ونعالجوا مجموعه ديال المشاكل في 90 ثانيه، وكل سنه تيتكرر هذا السؤال، ولكن المجهودات اللي
تفضل السيد نائب. المجهودات اللي تشتغلوا على الصعيد المركزي ما تتفعلش على ارض الواقع، مجموعه ديال النواقص غنحاول نطرق ليها بعجاله. بالنسبه للبنيات التحتيه فتتبقى ديال الاستقبال ديال هذه الشريحه ديال الاطفال فتتبقى في واحد الحاله يعني كارثيه السيد الوزير. المنهجيه ديال الاستفاده تتعرف واحد العدد ديال المشاكل كما جاء على لسانكم، يعني صعيب باش تدبر 80,000. ثالثا اللي نفرض ان هذه الفئه استفدت منطقه معينه يبقى النقل اشكال كبير، الجامعه ما تتعالجوش بواحد الشكل يعني استباقي. هاد جميع المشاكل هذه يجب معالجتها بشكل استباقي يعني من بدايه السنه، لان تهتم بواحد الشريحه هي الاطفال. اللي نفرض هاد الوليدات مشاو تتبقى المساله ديال التغذيه، المنحه تتسلكوا هذاك الطريقه ديال اللي تتسمى تريتور المطعمه، والمنحه هزيله 60 درهم. شكرا السيد نائب محترم. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ تفضل السيد نائب، تفضل سي اجيل. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، ونشكركم تنشكركم على المجهودات اللي كتقوموا بها في هذا الميدان هذا، وبالاخص الجهه ديالنا هي درعا تافيلات. وهذه الجهه ديال السيد الوزير تنطلب منكم باش الشباب ديالنا ما تصيفطوش الجبل ولا الغابه، جبل الغابه راه عندنا، صيفطوهم للبحر، هو اللي ما عندنا شيء. والناس اللي في هذه الجهه صيفطوهم للجبل والغابه. قرب الميكرو السيد نائب، قرب الميكرو. وثاني غناكد ان هذيك الجهه السيد الوزير كتعرفوها الطبيعه راه قهرت هذاك الشباب، ونطلبوا منكم باش تخفوا عليهم وتعاونوهم في هذا التوجه. وشكرا السيد الوزير. قلت لك ترد السيد الوزير. نذكر مرة أخرى أن راه ماشي الوزارة اللي كتصيف، تكون شراكة مع الجامعة والجمعيات في الأخر هما اللي كيختاروا فين كيمشوا. ثانيا نذكرها سيد النائب، وسيد النائب ما غاديش نقدروا نجاوبوا على جميع الإشكاليات في نصف دقيقة، أدعوكم يوم الأربعاء غيكون نقاش حول قضية الشباب بما فيهم المخيمات، وبالطبع غيكونوا نحاولوا نجاوبوا ديك الساعة عندنا الوقت ناقشوا بالتفاصيل الإشكاليات والحلول اللي طرحت الوزارة هذه السنة. وشكرا. شكرا السيد الوزير. سؤال عن وضعية المقاولات الإعلامية الجهوية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار. تفضل السي رداد السيد نائب. شكرا السيد الرئيس على الإجراءات المتخذة لمراجعة عميقة لمعايير الدعم العمومي للمقاولات الإعلامية عامة والجهوية المحلية خاصة، وسألكم السيد الوزير. جواب سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. كيف ما عرفتوا سيد نائب السادة النواب والنائبات ان منذ ما جاءت الحكومه الا اجتهدت باش يبقاو لا المقاولات الوطنيه والجهويه يكون عندهم امكانيه باش يعيشوا، لان مورا الكوفيد كيف ما عرفتوا مجموعه ديال المقاولات ليس فقط في المجال الصحفي بصفه عامه ولكن خاصه في مجال الاعلام كانوا كيعانيوا لان الجريده ما بقاش كتخرج ما بقاش كتطبع. الحكومه دارت مجهود اليوم وكان هناك دعم استثنائي في المرحلة من 2020 إلى هذه السنة. اليوم خرجنا كيف ما كتعرفوا بالمرسوم الأخير بمعايير جديدة. الهم ديالنا الأولي هو بالطبع تقوية الصحافة الوطنية والجهوية، ولكن في نفس الوقت تولي عند الصحافة عندها واحد الوجود حتى على الصعيد الدولي. لما لا؟ لأن التحدي ديالنا مرة أخرى هو ندافع على القضايا الكبرى للوطن بطريقة مغربية. بالنسبة للصحافة الجهوية سيد نائب، كاين هناك نقاش حالي مع مجموعة ديال المجالس الجهوية، لأنه خصو يكون واحد الدعم مبني على الإشكاليات اللي كيعانيوا منها في الجهات اللي كينتميوا لها. فالمناقشه اليوم جاري بها العمل اليوم مع مجموعه ديال الجهات باش يكون هناك اتفاقيات تهم المقاوله الجهويه. وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب محترم. شكرا سيد الوزير. هي حقيقه الشيء اللي قلته جيد، الا انه كيخص يكون مراسم اللي تواكب هذا التنزيل سيد الوزير، وايضا باش يمكن تواكب التنميه اللي كتعرفها بلادنا تحت القياده النيري صاحب الجلاله نصر الله في كل الميادين، وبالتالي ايضا جعل العنصر البشري في قلب وصميم هذه التعديلات ولا هذه المراسم اللي غتخرج ان شاء الله، وايضا تساعد الشباب وتضمن الشباب المكانه ديالهم في هاد المراسم اللي غتكون ان شاء الله. لذا ان شاء الله نتمنوا ان الاعلام ديالنا والمقاوله الاعلاميه ديالنا تكون في مستوى ديال 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 الاعلام الاجنبي كما قلت السيد الوزير، والدعم خاصه لهذا المرابر الاعلاميه ولا المقاولات الاعلاميه الجهويه والمحليه ضروري، لانه ما يمكنش تعيش بدون دعم ديال وزارتكم السيد الوزير. وشكرا. شكرا سيد النائب. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ بداوا من المعارضه ما كاينش. تفضل السيد النائب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، اخواني اخواتي النواب المحترمين، السيد الوزير، الدور الكبير اللي كيقوموا به الصحافه الجهويه والمحليه كبير، لكن الاعتمادات اللي كيمكن لهم يولجوا لهم من الاشهار ديال المؤسسات العموميه صفر درهم، وهذا غير معقول. خص هذه الحكومه اللي قريبه من النبض ديال المغاربه تجاوب مع المقاوله الصحفيه المحليه والجهويه باش يمكن لها تأدي الدور ديالها في التأطير، تأدي الدور ديالها في تبليغ الهموم والمشاكل ديال الساكنه. وشكرا. شكرا السيد نائب. رد السيد الوزير. السيد الرئيس، ذكرتوا السادة النواب بان هادو مقاولات وليس جمعيات. فاش كدير مقاوله كتعرف بان هناك كاين لو ريسك، كاين وخصك فاش دير مقاوله تكون قاد بها. فما هو دور الدوله؟ لانه الاعلام، دور الدوله هو تساعد المقاوله باش توقف، وعلى الاعلام على المقاولات المسؤوله كي تكون جهويه وطنيه او حتى دوليه، لما لا بغيناهم غدا يولوا دوليين، يكونوا دايرين موجودين الامور ديالهم باش 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 يبنيوا ذاك النجاح، باش يبنيوا ذاك النجاح. هو التحدي، انا قلتو ونعاود نقولوا، حنا راه كان دعم ديال تقريبا 60 مليون ديال الدرهم في الحكومات السابقه، راه وصلنا فتنا 200 مليون ديال الدرهم، يعني كان هناك مجهود دارته الحكومه، ولكن ما يمكنش الحكومه تولي هي هذه المقاولات. هذا هو هذا هو النقاش اللي كان، وهذا هو الفكر اللي كاين. فلهذا قلت بالنسبه للمقاولات الجهويه اللي ذكرتي سيد النائب، نحن في نقاش مع المجالس الجهويه، لان كل جهه عندها خصوصيه ديالها. غتلقى واحد الجهه فيها 20 مقاوله اعلاميه وجهه اخرى فيها 4 ولا 5، فحتى الطريقه ديال الدعم غتكون متغيره، وحتى الاهتمام ديال الصحافه تكون متغيره. فالهدف ديالنا مره اخرى نعطيهم الامكانيات باش يوقفوا، ولكن عليهم يجتهدوا باش يقنعوا الاشهار، يقنعوا المقاوله تكون عموميه او غير عموميه باش يديروا عندهم الاشهار. هذا سيرو مارشي عاوتاني، هذا السوق. شكرا. شكرا سيد الوزير. سؤال عن الصناعه الثقافيه للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية. تفضل أحد وضعي السؤال. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، تابعنا ونتابع، تابعنا للتو حديثكم على الصناعة الثقافية، عن واقعها اليوم نسائلكم. جواب سيد الوزير. الواقع سيد النائبة المحترمة، شكرا سيد الرئيس، هو أن كنا سابقا نعتبر الثقافة مجال ديال الترفيه، وجات هذه الحكومه بواحد التوجه بان الثقافه اليوم في العالم، ماشي جبنا شي فكره زعما، هذا واقع في العالم، ان الصناعه الثقافيه هو مدخل اساسي لمجموعه ديال العائلات على الصعيد الدولي. لهذا تكلمنا على الصناعه الالعاب الالكترونيه اللي وصل اليوم 300 مليار ديال الدولار على الصعيد الدولي، اعتبرنا بانها كتخدم 54 مهنه في بعض الدول. اعتبرنا بان المغرب خصو يدير استراتيجيه ويبني هذاك ليكو سيستيم اللي غيخلي مستثمرين دوليين يجيو يستثمروا في هذا المجال. لان فاش كنتكلم على صناعه الالعاب الالكترونيه، فيها المجال الموسيقي، فيها المجال الرسمي، فيها المجال الادبي، لان خصك تكتب سيناريو، ومجالات اخرى يعني علميه للكودينغ، ومجموعه ديال المهندسين. يعني هذا مجال كبير وقوي اللي غيقدر يعتق مجموعه ديال الشباب ومجموعه ديال المقاولات. وراء هذه الاراده ديال خلق هذه الصناعه هنا في المملكه المغربيه، باش يكونوا لما لا غدا ابطال مغاربه اللي تاهما غيستثمروا الذكاء ديالهم، يعني العبقريه ديالهم في هذا المجال، ولما لا يوليو مقاولات دوليه، لان السوق في صناعه الالعاب الالكترونيه مثلا، عطيت هذا النموذج بالضبط، السوق ديالو هو دولي. اون فوا كدير ديك الالعاب الالكترونيه يمكن لك تدخل غير بالتليفون ديالك هذا السوق الدولي. فاليوم شكرا السيد الوزير. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيده النائبه، تفضلي. سيد الوزير، ما يمكننا الا نتمنوا هذا المجهود، وما يمكننا الا نتمنوا ونذكروا بان الثقافه هي جزء من القوه الناعمه للبلاد، ولكن عندنا الثقافه مرتبطه بالامن المجتمعي للبلاد. ولذلك في الفريق الاشتراكي سمحوا لنا نبدي واحد القلق كبير اليوم، لان هذه الصناعه الثقافيه وهذا المشروع لابد ان يؤطر بواحد الاطار اللي لا يجب تجاوزه، وهي الذات المغربيه والهويه المغربيه الراسخه المتسمه بالتسامح، المتسمه بالتوازن. واليوم يمكننا نعبروا على قلقنا، الا نعبروا على قلقنا بصدد سكوتكم انتم، الوزير الذي ينتصر للحكومه الصامته التي لا تتكلم حول الهجمه الشرسه اللي كانت على مجموعه من الانشطه الثقافيه في البلاد. اليوم لابد لكم السيد الوزير تبذلوا جهد انكم تعرفوا بالشخصيه المغربيه المتوازنه، الشخصيه المغربيه المغاربه، ليسوا راقصين على الجراح وليسوا تجار مآسي. اليوم في عمق الوجع وكنا في زلزال الحوز، انتصرنا للحياه وانتصرنا للفرح. قبيل ايام مع وفاه والده عاهل البلاد، انتصرنا للفرح في عمق الحزن. لابد لكم سيد الوزير ان مجهودكم في هذا الباب، لان اي صناعة
صناعه ثقافيه بمعزل عن هذا الاطار الجامع لا يمكن ان تكون. شكرا السيده النائبه المحترمه. هل هناك تعقيبات اضافيه في الموضوع؟ تفضل السي عبد الله غزي. تفضل السيد نائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير الجواب ديالكم تلمسنا فيه ان بالفعل الصناعه الثقافيه ما بقاش فقط حديث. شفنا قطاعات اللي اقتحمتوها بجراه، شرتوا المثال ديال الجيمين، تنحيوا الجراه والطريقه ديال التعاطي معاه كمجال خالق للثروه. فيفمون اننا نستمروا في هذا الاداء. اليوم كاينين مجالات، بغيت نشير لبعض المجالات الجغرافيه اللي هي مجالات خصبه الصناعة الثقافية، هي المدن العتيقة. اليوم المدن العتيقة ممكن تكون بمثابة مناطق الأنشطة الاقتصادية في هذا الشق ديال الصناعة الثقافية، ولكن بالخصوص كل ما هو مرتبط بصناعة الثروة اليوم فالثقافة محتاجة ليه باش نشتغلوا عليه. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب. هل هناك تعقيب إضافي؟ رد سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. انا اتفق بالطبع مع السيده النائبه ومع سيد النائب. اذكر فقط بان الجواب هو جواب المغاربه، ما كاينش ما احسن من جواب المغاربه، لان فاش كي المغاربه بالالاف، خفت نقول بالملايين، يتجاوبون مع المفهوم ديال الثقافه والصناعه الثقافيه، ما جا البركه. جا البركه، لان ما خصناش التسييس ديال هذا الموضوع للاسف البعض، هذا الشيء اللي باغينه، بغينا نسيسوا هذا الموضوع باش يوليو التيارات كيبانوا، في الوقت ان الثقافه كتجمع المغاربه ما كتقسمش المغاربه. وفي نفس الاطار سيد النائب المحترم، المفهوم ديال الصناعه، فاش جبنا هاد فاش درنا الصالون المعرض ديال الصناعه، فاش جاو هاد المستثمرين الاجانب، اول حاجه شافوها قبل ما نتكلموا اليوم على الامكانيات اللي يقدر يقدم لهم المغرب باش تستثمروا في المغرب، هو الجماليه ديال المدن العتيقه. شكرا. وراء هذا العمل كاين هناك واحد الدبلوماسيه الثقافيه اللي غتخلي المغرب يتعرف بالمفهوم ديال الصناعه. شكرا سيد الوزير. نمر الى السؤال الموالي عن احداث دور الشباب بالعالم القروي للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه. تفضل السيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، سؤالنا مرتبط بالعمل ديال وزارتكم من اجل تعميم دور الشباب بالعالم القروي وتأهيلها وتحسين خدماتها. سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب على السؤال. كتعرفوا بان كاين حاليا تقريبا 700 دار شباب على الصعيد الوطني، 43% من هذه المؤسسات داخله في العالم القروي. والتحدي ماشي بنايات جديده، ديجا تكلمنا على هذا الموضوع هنا وتكلمنا عليه كذلك في اللجنه، وهاد ديور الشباب بعدا نفتحوهم. اليوم من مجيء هذه الحكومه كانوا شي 160 ولا 170 اللي مغلقه، اليوم بقات 50 ولا 60 اللي مغلقه. كنشوفوا مع الجماعات والمجتمع المدني باش يكون هناك تجاوب بالنسبه للموارد البشريه، باش هاد ديور الشباب نفتحوهم ونشوفوا ديك الساعه مع الجماعات المعنيه والجهات المعنيه شنو هو النقص اللي كاين في مجموعه ديال الجماعات. ثانيا، هناك مبادره عطينا انطلاقا ديالها الاسبوع الماضي في اطار اللقاء اللي قامت به الحكومه في اقليم طاطا، وكنتكلم هنا على الدار المكتبه المتنقله، باش تجاوب مع الاشكاليات اللي كيعاني منها العالم القروي، لان في بلاصه ما نبقاو نبنيو الحيوط ما فيهمش لا الشباب لا الاطر، درنا واحد المكتبه متنقله اللي هي اللي غتمشي عند الشباب، هي اللي غتمشي عند المواطنات والمواطنين. غنشوفوا بالطبع نجاح هذه العمليه باش ان ذاك المال نعموها حتى على الخدمات الموجهه للشباب اللي كانت تقليديا في ديور الشباب، ويمكن لها تكون اليوم متنقله، لان كتعرف بان العالم القروي في واحد الاشكاليه اللي ما فيهاش المدن، هو كيكون المساحات كبيره وكيصعب. كتبني واحد دار الشباب في واحد الجماعه معينه، كتبقى واحد الاقليم فيه 20 30 40 جماعه، كيجيو 40 جماعه كيقول لك حتى حنا خصنا ديور الشباب، في الوقت اللي كيكون الشباب فقط في لو سونتر. يعني كاين واحد الاشكاليه، واحد الخصوصيه ديال العمل الجوي اللي خصنا نتجاوب معها بطريقه جديده وبطريقه ذكيه، باش الخدمات تكون المهم والخدمات تكون عند الشباب. ثالثا، النقطه الاخيره هي الرقمنه عبر الجو الشباب، مجموعه ديال الخدمات غنحاولوا نعطيهم الشباب بدون تنقل الى المكان المعين. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب ديال السيد نائب السيد شهاب، تفضل. شكرا السيد الوزير. اولا حنا نثمن العمل اللي كتقوم به السيد الوزير، وهذه كذلك مناسبه باش نشكركم على الزياره اللي قمتوا بها مؤخرا لوزان، واللي من خلالها تجاوبت واحد المجموعه ديال المطالب ديال السكينه، واللي نقولها بصريح العباره اللي خلات واحد الانطباع جيد لدى عموم المواطنين وخصوصا الشباب. سيد الوزير، حنا كما قلت نثمن العمل اللي كتقوموا به، وحنا هنا يعني حنا متفقين معك على هذه السياسه ديال اللي كتقوموا بها. اليوم حنا هذه مساله سياسه الموجهه للشباب،
راه ماشي مسؤوليتكم بوحدكم، مسؤوليه افقيه كدعم جميع القطاعات الحكوميه اضافه الى مجموعه المؤسسات ديال الدوله. اليوم سيد الوزير حنا فريق استقلالي نطالب من اجل تنظيم مناظره وطنيه لاعاده الصياغه ديال السياسات العموميه لمواجهه الشباب. اليوم باش نحيدوا ديك الياس والاحباط اللي عند الشباب، نقولها بصريح العباره، راه مجموعه الشباب كيحسوا بهذا النوع ديال الياس والاحباط، نوع من ما نقولوش نوع من، بالتالي بغينا نمكنوا هاد الشباب باش حتى هما يكونوا يساهموا معنا في صناعه القرار ونسمعوا ليهم، وما محتاجين شكون يصنت ليهم، شكون ياخذ برايهم. وبالتالي سيد الوزير كنتمنى ان المناظره كما من اجل اعاده صياغه هذه السياسه العموميه، ويكون على الاقل نلقى واحد الجواب شافي لهذا الشباب. اليوم بصراحه رغم المجهودات الجباره اللي كتقوم بها الشباب مازال محتاج. شكرا السيد النائب محترم. هل هناك تعقيبات اضافيه؟ تفضلي السيده النائبه المحترم. شكرا السيد الرئيس. تعقيبي منصب على مآل اتفاقية شراكة بين جماعة سوق السبت ووزارة الشباب ووزارة الداخلية ومجلس الجهة من أجل بناء وتجهيز مركب ثقافي. شكرا. سيد الوزير إلا بقى شي وقت تفضل. إن شاء الله غنفعلوا هذه الاتفاقية سيد النائبة. وشكرا. شكرا سيد وزير. السؤال الموالي عن حصيلة الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب برسم سنة 2024 للسيدات والسادة النواب عن من فريق التجمع الوطني الأحرار، فليتفضل أحد وضع السؤال. مشكورة. تفضل سيد زمزمي. شكرا سيد الرئيس، سيد الوزير المحترم، السيدات والسادة النواب المحترمون. أطلقت وزارتكم تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله محمد السيد نصره الله النسخه 29 للمعرض الدولي للكتاب والنشر اللي احتضنها مدينه الرباط طيله الفتره ما بين 9 و 19 ماي 2024، وهي مناسبه ثقافيه تعرف مشاركة ديال 743 من العارضين، منهم 290 عارض مباشر و 453 عارض غير مباشرين، و 248 بلد. يقدمون للجمهور المعرض عرضا وثائقيا تاريخيا يتجاوز فيه عدد العناوين المعروضه 100,000 عنوان، تنتمي في ضمنه الى مختلف حقول المعرفه الانسانيه، وعليه عن تقييم الحصيله ومخرجات الدوره 29 لمعرض الدول الكتاب نسائلكم. جواب سيد الوزير. شكرا سيد رئيس، شكرا سيد نائب على هذا السؤال. طبعا خبركم ان الدوره 29 من المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي نظمت بالرباط لقيت نجاحا هاما سواء على مستوى الزوار، جوده الندوات واللقاءات العلميه ورقم المعاملات. اهم ارقام بالنسبه لنا في الوزاره هو ان تم البيع تقريبا ازيد من 1,100,000 نسخه من الكتب المعروضه. هذا الرقم مهم جدا، البعض كان يقول بان المغاربه ما كيقراوش وما كيهتموش بالكتاب والقراءه، اليوم كيتبين سلام وراسنا في الحقيقه، كيتبين لنا بان هناك اهتمام كبير من طرف المواطنات والمواطنين بالقراءه، اللي خلانا قبيله ذكرت المبادره اللي لقيناها في اقليم طاطا واللي غتكون على الصعيد الوطني كذلك، دوك المكاتب المتنقله باش نقربوا القراءه والكتاب من المواطنات والمواطنين، لان في الاخير الاساس ديال الثقافه بعدا هي الكتاب والقراءه. من القراءه يمكننا نجيبوا المسرح، نقدروا نديروا السينما، نقدروا نديروا صناعه الالعاب الالكترونيه وزيد وزيد. فالقراءه اليوم عندها اهتمام خاص عند 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 الوزاره، ليس فقط في هذه المبادره بل مبادرات اخرى بما فيهم الدفاع على صناعه الكتاب باللجوء الى دعم لما لا مكتبات، لان مجموعه ديال المدن ما عندهمش مكتبات ثقافيه. كاين مكتبات اللي كيبيعوا الكتب الدراسه ولكن ما كاينش مكتبات ثقافيه اللي كتنظم انشطه على الصعيد على صعيد السنه. نذكر كذلك عدد الزوار هذه السنه زاد 32% وصلنا 316,000، ولاول مره عولنا على تقنيات متطوره في حساب عدد الزوار بشكل يمكننا من معرفه الزوار بتفاصيل ودقه عكس الماضي. وعلى صعيد البرمجه الثقافيه تكلمت عليهم السيد النائب، اللي بغيت نذكر اللي كان الجديد هذه المره، ولاول مره اليونسكو قبلات باش تكون ضيف الشرف. بالطبع اليونسكو هي مؤسسه دوليه، مؤسسه ثقافيه دوليه اللي عندها ان ريزو على الصعيد الدولي. شكرا السيد الوزير. تعقيب السي زمزمي. تفضل السيد النائب. السيد الرئيس، السيد الوزير، على الجواب ديالكم. نجاح النسخه 29 للمعرض الدولي لنشر الكتاب والاقبال المتميز الوافدين عليه ونسبه العارضين تؤكد
بالملموس اهتمام المغاربة بالكتاب والقراءة في زمن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. لابد من الإقرار بأن الكتاب والقراءة لا زال يحظيان بمكانة كبيرة لدى الأسر المغربية تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إذ يشكل هذا الحدث الثقافي الكبير مناسبة للتلاقح الثقافي والحضاري ويعزز صورة المملكة المغربية وفق منظور منفتح. الواقع أن هناك مجهود كبير تبذله الحكومة لدعم وتعزيز القراءة لدى الجمهور العريض من المغربيات والمغاربة بما ينسجم والبعد الثقافي للبرنامج الحكومي المقدم في سفة جعل الكتاب قويا عند المواطنين. شكرا شكرا سيد نائب. هل هناك تعقيبات إضافية؟ رد سيد الوزير. لا بقى شي وقت. ما كاينش. نمر الى سؤال اني عن تنميه قدرات الشباب المغربي للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره، فليتفضل احد واضعي السؤال. شكرا. تفضل السيد نائب. سيد الرئيس، سيد الوزير محترم، اشتغلت وزارتكم على عدد من برامج الشباب وفي وقت يحتاج فيه الشباب لحوافز هامة من أجل تنمية قدراتهم. نسألكم سيد الوزير المحترم على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل لتنمية قدرات الشباب المغربي. شكرا سيد النائب. تفضل سيد الوزير. سيد الرئيس، شكرا سيد النائب على هذا السؤال. كيف ما كتعرفوا ما كاينش اشكاليه وحده كيعاني منها الشباب، كل شاب عنده الاشكاليات ديالو، والتحدي ديال الوزاره هي تحاول تجاوب مع اكبر عدد ممكن من الشباب والشابات. في هذا الاطار طلقنا مجموعه ديال المبادرات ذكرتيهم سيد النائب، اهمهم هذه السنه لاول مره غنعطيو انطلاقا ديال جائزه الشباب. هذا الهدف ديال جائزه الشباب هي خلق اولا الامل ان هناك اعتراف من طرف وزاره الشباب، وزاره الوصيه على اعلى الشباب بالاعمال اللي كيقوموا بها. كاين شباب كيديروا مقاولات، كاين شباب كيكتبوا كتب، كاين شباب كيديروا جمعيات ثقافيه، كاين شباب كينجحوا في مجالات رياضيه. الاعتراف واعطيهم الفرصه باش يعرفوا هذه الاعمال ديالهم مهم جدا باش كتكون ذاك الحلم كيولي الحلم ممكن. الحلم المغربي خصنا نخلقوه وخصنا حنا ندافعوا عليه. ثانيا تكلمنا وكان هناك تقارير كيتكلموا على لينيت هاد الشباب اللي ما كانش عطاهم الفرصه باش يكملوا الدراسه ديالهم او ينخرطوا في سوق الشغل. الوزاره اليوم ولو ما كانش من اهتمام سابقا، الوزاره اليوم كتحاول تقدم في اطار التنسيق مع مجموعه ديال القطاعات الحكوميه مجموعه ديال التكوينات لا في ديور الشباب او حول او عبر التطبيق ديال جواز الشباب، لانه غيسهل على الشباب باش يديروا ديك لي فورماسيون بلا ما يكون ان ديبلاسمون لديور الشباب، باش انذاك يكون هناك اجابه لهم بالنسبه ما يتطلبوا سوق الشغل في الاقليم او الجهه المعينه اللي ساكن فيه ذاك الشباب. التحدي اليوم هو ماشي فقط التكوين، نشوفوا شنو منتظر في واحد الاقليم معين. هادو تحديات كنحاولوا ننجحوا، ولكن مره اخرى هاد التحديات ليس قطاع الشباب اللي كينجحوا. انا نقول لكم الا كان شي نجاح هو نجاح الحكومه باكملها. شكرا. شكرا للسيد الوزير. تعقيب ديال السيد نائب سي البيضي. تفضل. سيد الوزير المحترم، عرف قطاع الشباب خلال الفترة التي توليتم فيها مسؤولية هذا القطاع دينامية كبيرة ظهرت من خلال إطلاقكم لجملة من المشاريع والبرامج البالغة الأهمية. برنامج جواز الشباب الذي عرف إلى حدود اليوم استفادة 100,000 شباب شاب وشابة أعمارهم بين 16 و 30 سنة. البرنامج الوطني للتطوع متطوع إطلاق برنامج ريادة للأعمال الاجتماعية والابتكار، هذا فضلا عن البرنامج الوطني للتخييم. سيد الوزير المحترم، لقد شهد هذا القطاع نهضة حقيقية، ولا يسعنا هنا إلا أن نتمين كل ما تقومون به لفائدة الشباب المغربي، وندعوكم إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة شبابنا على تنمية قدراتهم ومساعدتهم على صقل مواهبهم لضمان اندماجهم في الحياة العامة بشكل جيد، وشكرا. شكرا سيد نائب. سيد الوزير، ما تبقى من الوقت جوج ثواني. صافي. هل هناك تعقيبات إضافية؟ ما كاينش. نمر الى السؤال الموالي، وسؤال اني عن النهوض بادوار المكتب المغربي لحقوق المؤلف للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره، فليتفضل احد واضعي السؤال. مشكورا. تفضل السيد نائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، يلعب المكتب المغربي لحقوق المؤلف دورا مهما في الصناعه الابداعيه والثقافيه رغم الجهود الكبيره المبذوله، فان العمل لا يزال قائما من اجل وصول المكتب الى اهدافه. لذا
ساعدكم السيد الوزير المحترم عن الاجراءات التي قامت بها الوزاره لتمكين المكتب المغربي لحقوق المؤلف من لعب دوره بشكل كامل وشكرا. شكرا السيد نائب. جواب السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. شكرا السيد النائب على هذا السؤال. أخبركم أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف وحقوق المجاور يساهم في دعم وتنمية الصناعات الإبداعية والثقافية، كل شيء داير على الصناعة الثقافية، من خلال حماية الحقوق الملكية الفكرية والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لذوي الحقوق. يعني هذا المكتب ما كيدبرش مال العام، كيدبر حقوق ديال المبدعين والمفكرين والفنانات والفنانين بالطبع. هاد الحقوق بالطبع كيمشي يقلب عليهم في المقاولات اللي كيستعملوا هاد الإبداعات. أنا كنتكلم على المقاولات اللي كيخدموا في التليكوم، إذاعات، المطاعم، وزيد وزيد من المقاولات. وبالطبع التوزيع ديال هاد الحقوق مبني على الأعمال الثقافية لهاد المبدعين. إلا خدمتي واحد السنة بالطبع كيكون عندك واحد الراتب اللي كيجيك، إلا ما خدمتيش ديك السنة إما كيقلل أما كيبقاش لأنه ما كاينش عمل ثقافي. تم إصدار كذلك قانون رقم 6619 حيث تضمن مقتضيات هامة جديدة تتعلق أساسا بالحماية حقوق المؤلف وحقوق المجاورة في البيئة الرقمية، حماية استغلال الرقمي للمصنفات السمعية والسمعية البصرية، حماية المنشورات الصحفية، الحق التتبع اللي كاين بالحقوق المادية للفنانين التشكيليين ناتجة عن إعادة بيع مصنفاتهم الأصيلة، وهذه جديدة درنا هاد السنة، حقوق الاستنتاج التصوري يعني اللي كيعني المؤلف المصنفات المطبوعة، وحق تيسير النافذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاق البصر أو ذوي إعاقة أخرى في قراءة المطبوعات. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير المحترم، نتمين المجهودات ديالكم في تحريك ملف ظل راكدا لسنوات وخلف الكثير من الإشكاليات وتسبب في ضياع حقوق العديد من المؤلفين والمبدعين المغاربة، وخلف حالة من التذمر وعدم الرضا في صفوف بعض الفنانين خاصة الشباب، وذلك من خلال إصدار القانون رقم 2519 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في تاريخ شتنبر 2022، ويأتي ذلك في إطار تفعيل الإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله واهتمامه السامي بقطاع الثقافة والفن باعتبارهما من الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد مكن القانون رقم 2519 المكلف المكتب المغربي لحقوق المؤلف للقيام بمهامه بشكل واضح، خاصة ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع وترسيخ الشفافية والحكمة في شكرا السيد نائب محترم. هل هناك تعقيبات إضافية؟ السيد الوزير عندك 3 ثواني. تعقيبات إضافية؟ ما كاينش. رد السيد الوزير صافي. سيبون سؤال آني، عن ماذا أعدت وزارتكم للشباب العاطل و14 مليون من الشباب بدون تكوين ولا كفاءة ولا عمل والذي يبحث عن فرصة حقيقية؟ للسيدة النائبة المحترمة نبيلة منيب. تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيد الوزير. عن استراتيجية وزارتكم من أجل المساهمة الفعالة الواجبة في إطار التقائية بين الوزارات المعنية من أجل معالجة معضلة ما يزيد عن 1,400,000 من الشباب بدون تكوين ولا كفاءة ولا عمل، والذي يصطلح عليه بالنيت، والذي يستحق فرصة حقيقية وبرنامجا للإنقاذ. سيد الوزير. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائبه. بحق بديت كنجاوب في الاسئله اللي دازت كول على هذه الاشكاليه، وكيف ما ذكرتوا سيد النائبه هذه الاشكاليه كتم بالطبع مجموعه ديال القطاعات. في هذا الاطار من الحلول اللي اقترحناها هو ان وزاره الشباب في اطار يعني ديور الشباب اللي عندها على الصعيد الوطني تولي كتقدم خدمات في المجال ديال التكوين، وحتى في اطار الرقمنه يعني دي فورماسيون يمكن لهم يكونوا في التطبيق ديال جواز الشباب، ولكن هذه لي فورماسيون التكوينات كاينين، مجموعه ديال القطاعات الحكوميه كيقدموا مجموعه ديال التكوينات.
المطلوب واللي كنخدموا عليه حاليا سيده النائبه المحترمه هو ان يكون هناك تكوينات تتجاوب مع سوق الشغل في ديك الاقليم او المنطقه اللي معني بها داك الشاب او الشابه اللي باغي يخدم. لان لاحظنا ان مجموعه ديال التكوينات للاسف ما كت يعني كيكون نفس التكوينات في مجال واحد وما كيخلقوش ديك المطلوب انذاك والمنتظر من طرف المقاولات والمقاولين في الاقاليم والجهات. اذا هذا هو التوجه اللي غادي فيه حاليا باش يكون هناك لغه الارقام في يعني كل سنه ان شاء الله مع النواب والنائبات ونشوفوا ديك الساعه شحال من شاب وشابه انخرط في سوق الشغل. والمنتظر من الشباب ليس فقط انه يكون مكون ويدخل في سوق الشغل، هو البعض بغينا نساعده غير باش يدير مقاولات، البعض ينتظر منا يعني تكون هناك فرص حتى في المجال ديال الصناعه الثقافيه. لهذا هنا الشعب شكرا السيد الوزير. تعقيب السيده النائبه المحترمه. شكرا السيد الوزير. في الحقيقه فيما يخص هذه المعضله الخطيره تنظن خاص هناك يعني استراتيجيه متكامله من اجل توفير امكانيات حقيقيه لضمان استقلال الشباب المادي وفتح افاق واعده امامه، خاصه امام تفشي ظاهره الادمان على المخدرات وتنامي العنف بشتى انواعه. هنا بغينا نسالكم السيد الوزير ايضا على تحويل المعرض ديال الكتاب للرباط، وكتقولوا النجاح ولكن حنا كان عندنا نجاح في الدار البيضاء ما بقاش عندنا المعرض، خصو يرجع معرض للدار البيضاء ايضا. وكذلك الدار البيضاء فيها اكثر من 4 مليون ديال النسمه. ثم مساله ديال الموعد المرتقب لافتتاحي المسرح ديال الدار البيضاء وديال الرباط. وشكرا. شكرا السيده النائبه المحترمه. هل هناك تعقيب اضافي في الموضوع؟ تفضل السيد الرئيس. نقطه نظام، تفضل السيد الرئيس. شكرا السيد الرئيس. غير بدا من نقطه نظام، وللامانه راه كاين خطا في السؤال، لا يتعلق الامر ب 14 مليون نتاع الشباب، راه كاين فقط واحد العدد اللي كثر طبعا من المليون و400. وإلا تفضلتوا امر للتعقيب. تفضل. شكرا السيد الرئيس. حسب الوقت للسيد الرئيس تعقيب. تفضل. شكرا. هذا الموضوع سيد الوزير هو عنده ارتباط وطيد مع الموضوع نتاع الوزاره ديالكم، وزاره الشباب. وفي هذا الاطار عندنا مجموعه الاقتراحات، طبعا نزكي ونتمن ما تقومون به، ولكن الجزء المتعلق بال اللي يمكن نقولوا اطفال يعني حتى الحدود ديك 15 16 سنه، موضوع نتاع التربيه الوطنيه اللي فاق راه موضوع ديال الشباب. في هذا الاطار خصنا نفكروا في الفرصه الثالثه، كاين اللي ما باغاش يدير التكوين المهني، خص الفرصه الثالثه في دور الشباب في مدارس وما تكونش في الوزاره نتاع التعليم حتى تكون عندهم فرصه. في هذا الاطار كاين مجموعه نتاع الاوراش اللي كانت تدير يعني الوزاره زمان، يجب الرجوع لها كذلك لايجاد الحل المناسب، وباش نخلقوا واحد النوع نتاع الثقه ما بين هاد الشباب اللي راهما منا وحنا منهم. شكرا. شكرا السيد الرئيس المحترم. جواب السيد نقطة نظام. تعقيب اضافي. تفضل السيد الرئيس. سي تويزي. شكرا السيد الرئيس. انا في الواقع هذا العدد الكبير جدا من الشباب اللي تكلم عليهم السيد الوزير اللي هما ما لقاوهم لا في المدرسه لا في التكوين لا في الشغل، هذوك اللي نيت اللي تكلمت عليهم سبورت، على ان في الواقع هذه قلبوا المخوطه بالنسبه لبلادنا، ما عارفين وفين كاينين. وبالتالي نتيجه ديال السياسات اللي استمرت في بلادنا واحد الوقت كبير جدا، وبالتالي هذه الحكومه وهذا الشيء اللي قلتوا السيد الوزير متفقين معكم على انه كان هناك اراده اولا لدفع الشباب، اما اللي في مشاريع يدير مقاوله يدخل هنا يدخل. اذا لابد لهذه الحكومه في هذا المسار اللي غادي فيه وزير الشباب والرياضه الشباب على انه نمشيو باش نعرفوا بالضبط هذا الحجم الكبير جدا من الشباب ديالنا، اما الى خرجوا من المدرسه اما خصو يكون في التكوين المهني، الى خرجوا من التكوين المهني خصنا نلقاو لهم ولا نديروا سياسات اللي هي تجعلهم انهم يبعدوا على البطاله ونعرفهم اش كيديروا. وهذا في الواقع عمل اللي هو عمل مضني، عمل اللي خصو مجهود كبير. علاش؟ لان هذا الشيء جاي من سياسات اللي دامت 20 سنه اللي وصلنا هي النتيجه ديالها هي اللي وصلنا الان. شكرا. شكرا السيد الرئيس احمد تويزي. نقطه نظام الاخت السيده النائبه نبيله منيب. تفضلي. رئيس
هو العدد ديال 1,400,000، هذا هو التقدير ديال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهذا ما طرحته في السؤال. فسيد النائب المحترم كون سمع شنو قلت غادي يفهم بانه كان مشكل في لا ترانسكريبسيون عند الناس اللي نقلوا لكم السؤال، اما انا طرحت السؤال ب 1,400,000 وليس 14 مليون. شكرا سيد النائب المحترم. السؤال الخطا ما كانش عندكم انتم سيد النائب، كان عندنا احنا. شكرا سي ابراهيم. تفضل السيد الرئيس. السيد الوزير، احنا بغينا نطرحوا غير واحد السؤال بالنسبه للمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. القانون موجود، المجلس فينا هو؟ شكرا. رد السيد الوزير، تفضل. شكرا السيد الرئيس. مزيان. اولا بالنسبه للاشكاليه ديال اللي تكلمنا عليها، هناك نماذج خدمنا عليها في الوزاره، واتفق معك سيد النائب، بعض المرات الشباب ما كيبغيش يمشي للتكوين المهني، لهذا اعتبرنا ان وزاره الشباب يمكن يكون عندها امكانيات باش على الاقل تجر عند هذوك الشباب، وانا داك نشوفوا معاهم شنو هو الطريقه اللي بغاو على الاقل يتعلموا منها كيف ما كنقولوا شي حاجه، غير شي حاجه باش يقدر يدخل سوق الشغل. ما يمكنليش اليوم يدخل سوق الشغل بوالو. وكاين هناك نماذج ناجحه، نذكر ان اليوم سي سبي درس مدرسه 13 اللي كيدخلوا ليها الشباب بدون بلا بكالوريا بلا اي حاجه، وكيديروا تكوينات في المجال ديال الكودينغ، وتقريبا 95% منهم كيدخلوا مباشره لسوق الشغل. هذه التجربه اليوم بديناها في 2022 حتى في قطاع الشباب بشراكه مع قطاع الرقمنه، وعندنا اليوم نموذج في مدينه الناظور، وغيكون نموذج كذلك في اقليم اليوسفيه باش نمكنوا الشباب من التكوينات بطريقه جديده. كذلك في اطار شراكه مع الفلاحه درنا مخيمات فلاحيه، الهدف منهم ما هو؟ هو اننا نجيبوا ذوك الشباب اللي ما قدراتش تكوين المهني يجروا عنده باش نعطيهم طريقه جديده للتكوين، ماشي لابد يكون سيرتيفيونت، ماشي لابد كيخرجوا بديبلوم، ولكن كيتعلموا الحرفه باش انذاك يقدروا كيوليو مطلوبين في سوق الشغل. لان اليوم الاشكاليه ما بقاش اشكاليه ديال لي ديبلوم، غير يكون كيتعلم في واحد الحاجه. وفي العالم القروي كيكونوا شباب وشباب يمكن عندهم اراضي، ولكن التطورات اللي عرفوا حتى العالم القروي في مجال ديال التكنولوجيات لابد ان يكون هناك واحد التعاون معهم باش نوضح لهم مجموعه ديال الاشياء. بالنسبه للاسئله الاخرى، معرض الكتاب الرباط الدار البيضاء، درنا معارض دوليه في جميع المدن السيده النائبه، ودرنا معرض دولي جديد في مدينه الدار البيضاء للشباب والطفوله، وقلتها الكتاب خصو دعم، خصو امكانيات، والجهات اللي بغات دعم وبغات الكتاب في الجهه ديالها حنا غنمشيو معاهم، لهذا مشينا مع جهه الرباط، وكذلك جهه الدار البيضاء درت معنا اتفاقيه، واليوم كاين معرض دولي كذلك في مدينه الدار البيضاء. بالنسبه للسؤال ديالكم سيد النائب المحترم، نطرح عليكم نفس السؤال، 10 سنين وهذا القانون خرج وما عينتو حتى واحد. شكرا. كنشكرك السيد الوزير على المساهمه ديالك القيمه في هذه الجلسه، وننتقل الى قطاع النقل واللوجستيك. مرحبا بالسيد الوزير. السؤال الاول عن تأهيل النقل المزدوج بالعالم القروي للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحده والتعادليه، فليتفضل احد واضعي السؤال. مشكورا. تفضل السيد النائب. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، عن النقل، نسائلكم عن النقل في العالم القروي او في الباديه. لو سمحتوا السيدات والساده النواب المحترمين، راه كاين تشويش على الاخوه اللي كيلقيو الاسئله، ولا السيد الوزير ما سمعش للسؤال. عاود السؤال ديالك السيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، عن النقل المزدوج، نسائلكم في العالم القروي. تفضل السيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم. كيف تعرفوا هذه الحكومه تولي اهميه بالغه للنقل في العالم القروي، والنقل المزدوج دور هام فيه، حيث يمكن مقارنه هذا النقل المزدوج مع الدور الذي يلعبه او تلعبه الحافلات بين المدن. لذلك الوزاره تتكلف بهذا القطاع بالشكل التالي وتدعمه بالشكل التالي: تتعطي الاولويه لمعالجه الملفات الاداريه على مستوى اللجنه المركزيه عند توصلها بالملفات من اللجان الاقليميه التي يراسها الساده العمال. ثانيا، تدمجت المركبات ضمن البرنامج المحين لتجديد الحاضره بمنحه ستصل الى 290,000 درهم للمركبه، كما دمجنا ايضا هذه المركبات ضمن البرنامج الاستثنائي لدعم المحروقات. ويجب تفعيل الجهويه المتقدمه في هذا المجال كالحل الانجع لتحسين خدمات النقل في العالم القروي، ونستمر في الاشتغال مع وزاره الداخليه من اجل ذلك. وشكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب السيد النائب.
تفضل السيد الوزير. السؤال كان حقيقة ما يتطرحش بالطريقة ديال النقل المزدوج، كان يتطرح بالمعالجة ديال النقل السري في العالم القروي. كتعرف السيد الوزير النقل مجموعة من الجماعات الترابية ما فيهاش رخص ديال النقل المزدوج، فيها غير النقل السري. والنقل السري كيقدم واحد الخدمة كبيرة بزاف للمواطن، لا سيما في المواطن ديال المغرب العميق. حنا اللي كنطلبوا منكم السيد الوزير، سؤال طرحناه في مجموعة من في الولايات السابقة والولايات اللي قبل، ولكن لا مازال ما لقيناش ليه الحل. بغيناكم هاد الناس هادو اللي كيمارسوا هاد المهنة هادي ديال النقل السري، عطيوهم غير تصاريح، غير تصريح ولا رخصة ولا عالجو. راه كاين، راه ما عندك ما تحيد فيه، راه كاين، ما يمكنش نحيدوهم، راه كاينين وكيخدير واحد الخدمة كبيرة، سواء في السياحة، سواء في الاقتصاد، سواء في الصحة. كاين بعض المرات كيخدموا في بلاصة سيارة الإسعاف، كاين منطقة في الجبل بعيدة، كاين في 1500 في العلو ديال 1500 متر، وشادة الوجع، شكون غيجيبها؟ ما توصل لهم بلونس تموت. دونك هذا النقل السري هذا بغيتكم تعالجوه وديروا له شي حل، وهما راه كاينين، راه قائمين، خصهم يخدموا. شكرا سيد الوزير. شكرا السيد نائب المحترم. هل من تعقيبات إضافية في الموضوع السيد الوزير فيما تبقى من الوقت؟ تطلبوا منا ننظموا هذا النقل هذا، وتنقول بأنه المدخل دياله هو الجهوية المتقدمة. شكرا. نمر إلى السؤال الموالي عن وضعية البنية التحتية لبعض مطارات المملكة. السيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تفضل سيد نائب محترم سي حسن. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم على البنية التحتية للمطارات، وخاصة ثلاث مطارات اللي في الجهة الشرقية، وجدة أنقاد، العروي الناظور، الحسيمة. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب. المطارات الوطنية تحترم جميع، اسمح لي، تتحترم جميع المعايير الدولية المعمول بها من تصميم إلى الاستغلال، مرورا بعملية البناء. والوزارة تقوم مع المكتب بتأهيل وتوسعة المطارات حتى تستجيب لحاجيات النقل الجوي الدولي والنقل الجوي الداخلي في تلك المناطق. وشكرا سيد نائب محترم. وزير، حنا ما قلناش العكس، ولكن لابد من الاهتمام لهذه الجهة الشرقية، هو المتنفس لهذه الجهة، وخاصة الجالية المغربية، أو كتعرف الجالية المغربية كتجي مرة في السنة ولا مرتين في السنة. خص يكون المطار في المستوى، ويكون البنية التحتية ديالو. يعني احنا كنشكروا الوزارة التجهيز والمال اللي خرجت واحد الدراسة اللي كانت ديال الكوارث الطبيعية، خاصة أي تسقط كتسقط المطار واحد جوج دقائق أربعة دقائق إلا كيغرق المطار. ولهذا خصكم تعاودوا في النظر، وخاصة الجهة الشرقية اللي كنقول لكم يعني متنفس ديال المستثمرين ورجال الأعمال، خصكم تعطيوه الأهمية أكثر. وخاصة الجهة الشرقية، أنتم عارفين ما كاينش شركات كبرى، ما كاينش يعني معامل، إلا المطارات اللي كتستقطب بها رجال الأعمال والمستثمرين، وخاصة سميت الجالية المغربية. ولهذا أعطيوا الاهتمام أكثر، أعطيوا يعني الكفاءات اللي تم أعطيوها التحفيزات باش تخدم أكثر. وأنا عارف العمال اللي كيشتغلوا تما كيشتغلوا تقريبا 18 ساعة في النهار، ولهذا خصكم تردوا البال ديك الجهه الشرقيه، وخاصه المطار ديال انقاد اللي كيبعد على الجزائر 3 كيلومتر، ولهذا خص يكون مجهز في احسن تجهيزات. شكرا سيد الوزير. شكرا سيد نائب محترم. سيد الوزير، سيد نائب انتهى محترم. الوقت سيد الوزير. لا باقي، تفضل. الظاهره المناخيه اللي تتكلم عليها ظاهره استثنائيه غير عاديه، تمثلت في سقوط 100 ملم في ظرف ساعة واحدة، كما سبق أن شهدتها هذه المنطقة الشرقية جوج ديال المرات أخرين فقط خلال 100 سنة الأخيرة. ما غاش نتكلم على شنو قمنا به باش تبقى الخدمة مستمرة، ولكن غادي نقول لكم حاجة، غادي نقوموا بدراسة أثار التغيرات المناخية على جميع المطارات في المغرب، لأنه كاين احتمال حدوث ظواهر بحالها مستقبلا بتكرير، وإذن هذا هو اللي غادي نعملوا عليه. شكرا. شكرا سيد الوزير. هل هناك تعقيبات إضافية في الموضوع؟
ما كاينش. نمر الى السؤال الموالي عن تعزيز وتطوير النقل البحري للمسافرين. السيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصلة والمعاصرة، فليتفضل احد وضعي السؤال. مشكورا، تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، سيد النواب، سيد الوزير، نسائل عن الاجراءات المتخذه لتعزيز وتطوير النقل البحري للمسافرين. شكرا. سيد الوزير المحترم على هذا السؤال المهم. نظرا للدور الهام اللي تيلعبوه هذا النشاط من النقل او هذا النوع من النقل ديال المسافرين في ربط المملكه، وخاصه خلال الصيف من خلال عمليه مرحبا اللي هي واحده من نوعها، تتهدف تدابير الوزاره في تكثيف وتنويع عرض هذا النقل من خلال تعبئه اسطول بسعه 500 الف مسافر اسبوعيا، ومن خلال 11 خط بحري مختلف بتنسيق مع الدول الاوروبيه المعنيه وخاصه المملكه الاسبانيه. من جهه اخرى تنعملوا من اجل تقويه الاسطول الوطني باش نعزوا السياده المغربيه في هذا السوق التنافسي، بهدف ارجاع التوازن بين الطرفين الاسطول المغربي والاوروبي على المدى المتوسط. واخيرا تنسهروا على جوده الخدمات وامن وسلامه السفن من خلال دفاتر التحملات والمراقبه من طرف مديريه الملاحه التجاريه. وشكرا. تعقيب السيد النائب السي حسن التبي، تفضل. شكرا سيد الرئيس المحترم. سيد الوزير المحترم، نتمنى السيد الوزير الجهود المبذولة لإرساء منظومات جديدة لاستغلال الخطوط البحرية لنقل المسافرين وتنويعها وتوسيع طاقتها الاستيعابية وتحسين خدماتها والتحكم في أسعارها، وذلك انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية بتكوين أسطول بحري تجاري وطني قوي وتنافسي في أفق تحقيق السيادة الوطنية في مجال الملاحة البحرية، بهدف الحد من أهمية الأسطول الأجنبي بأكبر حصة من الرواج البحري للمسافرين مع المغرب، وذلك من أجل تعزيز التجارة البحرية وحماية الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة بمن فيهم مغاربة العالم من غلاء أسعار النقل البحري، والتي تتراوج ما بين 300 و 800 يورو، أي بزيادة ما بين 30 و 50%، في خاصة بالنسبة لبعض الخطوط التي تتحركها شركات معنية دون حسب ولا رقيب، لمواجهة هذا الارتقاء المهول في قيمة أسعار هذه النقل وانعكاساتها السلبية على المرتفقين والتجار الدولية بالنسبة للمغرب. وشكرا سيد الوزير. شكرا سيد النائب المحترم. هل من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ تفضلي السيدة النائبة. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، مغاربة العالم يضخون أموال طائلة في خزينة الدولة، 2023 أزيد من 100 مليار، ألا تستحق هذه الفئة أو هذه الفئة من المغاربة من دعم خاص لشركات النقل الملاحية، وخصوصا كما قلت أنهم يعني يستحقون هذه التضحية. نفس الشيء بالنسبة للخطوط الجوية الملكية، كل سنة تأخذ دعم مالي من الأموال العمومية، السنة الفائتة وهذه السنة مؤخرا أزيد من 4 ملايير درهم، ولا نلاحظ أي تغير لا في الأسعار ولا في الخدمات. السيد الوزير، المغاربة العالم من كندا من أمريكا ثمن التذكرة أصبح يفوق 2000 دولار كندي، يعني كيف تريدون من هذه الفئة للمجيء عطلة في لبلدهم من أسرة تتكون من 3 أو 4 أفراد ملايين الدولارات؟ يعني كيف بغيتهم يجيوا يعملوا سياحة؟ شنو غيبقى لهم؟ يعني هاد المغاربة كيخدموا السنة كلها من أجل المجيء لفترة وجيزة للقضاء مع أسرهم وعائلتهم. ارحموا هذه الفئة السيد الوزير، سنوات ونحن يعني نعيد نفس السؤال نفس التكرار، ولا موجب ولا تغيير ولا تحسن لا في النقل الملاحي ولا في الجوي. شكرا السيدة النائبة المحترمة. السيد الوزير، ما كاينش شي تعقيب إضافي آخر؟ تفضل السيد الوزير. هل عندي الوقت؟ شحال الوقت عندي؟ عندك جوج دقيقة. شكرا. النقطة ديال الأثمنة ديال التذاكر لا بالنسبة للنقل الجوي ولا بالنسبة للنقل البحري، غادي نرجعوا لها لأنه كاين أسئلة في الموضوع. بغيت غير نشير لشي حاجه. المغاربه المقيمين بالخارج مواطنين خوتنا وعزاز علينا، وكلنا عندنا في الاسر ديالنا خوتنا وخواتاتنا اللي هما عايشين تما، وبالطبع
بالطبع حنا تنبغيو نشوفوهم، هما تيبغيو يجيو يشوفونا، حنا تنبغيو تنبغيوهم يجيو يشوفونا. ولكن هذه النقطة اللي تكلمتي عليها، أولا الأموال التي تدخل للمغرب ما تدخلش للخزينة ديال المملكة، تدخل لأنه تقتنيو الديور ديالهم يعني تعيشوا معنا خلال العطلة ديالهم، ما تمشوش للخزينة. غير مهمة هذه القضية هذه أنه باش الناس ما يفهموش خطأ. النقطة الثانية دابا اسمح لي الله يخليك، انا خليني نجاوب الاستاذ. من حقي السيد الوزير، لا من حقي، لا انا ما تكلمش. نعم السيده النائبه، السيده النائبه، شوف الله يجازيكم بخير السيد الوزير، انا انتما عطيتوا وجهه النظر ديالكم محترمه، وانا بغيت نعطي الوجهه ديال النظر ديالي، ونكونوا مختلفين، هذا يعني بناء، الاختلاف بناء. اسمح لي يا لالا الله يخليك، لا اسمح لي. اذن هذه الاولى. هذه ثانيا، الخطوط الملكيه ماشي دعم، هذيك مساهمه ديال الدوله، مساهمه بحال اي مستثمر تيساهم في الشركه، سي دو كابيتال. دونك نمشيو من هذا المبدا هذا. ثم الاثمان ديال النقل دوليا تزادوا مقارنه بسنه 2019 بواحد الطريقه جد مهمه. واخيرا تتكلموا على واحد القضيه، هل يمكن التدخل لضمان اثمنه ضعيفة ولا نقولوا مقلصة بالنسبة لهذه الفئة؟ هذا قرار جد يعني مهم وتيقدر يتخذ في هذه القبة هذه، ولكن كاين جوج ديال الطرق. يا إما تمشيو من المبدأ ديال السوق المفتوح، إيمانا بأن السوق المفتوح هو أكثر نجاعة بالنسبة للمجتمع ككل، يا إما تمشيو لتقنين الأثمنة. وإلا مشينا لتقنين الأثمنة، شكرا للسيد الوزير، شكرا. أمر إلى السؤالان المواليان يتناولان موضوع غلاء تذاكر السفر، لذا سيتم طرحهما في إطار وحدة الموضوع ليتولى السيد الوزير الإجابة عليهما. السؤال الأول، السيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورة، تفضل السيد طيار. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم. عن غلاء تذاكر السفر خصوصا ما يتعلق بالخطوط الطويلة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا نسائلكم. شكرا. السؤال الثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلي السيدة النائبة المحترمة. السيد الوزير، رفقا بمغاربة العالم راهم مغاربة، عن ارتفاع أسعار تذاكر الخطوط الملكية المغربية نسائلكم. سيد الوزير كلك تاخذ المنصه. سيد الوزير ما سيدي، لا شكرا السيده النائبه. سيد النائب، هذه الحكومه تولي اهميه بالغه لعمليات مرحبا لتتحظى بالعنايه الساميه صاحب الجلاله نصره الله واياده. بالنسبه لسنه 2023 دخلوا ارض الوطن لقضاء عطلتهم الصيفيه 3.2 مليون مغربي مقيم بالخارج من 5 يونيو الى 15 شتنبر، 1,700,000 بحريا و 1.5 يعني 1.5 مليون جويا. واذا ما قارنا هذه الارقام بسنه 2001 كانت كالتالي، 1.3 مليون اجمالا، منها 1,100,000 بحريا و 200,000 جويا فقط انذاك. هنا تنشوفوا التاثير ديال سياسه الاجواء المفتوحه على الجاليه المقيمه بالخارج، حيث تضاعف عدد مستعملي النقل الجوي 7 مرات في ظرف 20 سنه، في حين تضاعف عددهم تقريبا 3 ديال المرات. فيما يخص اثمان التذاكر كانت جوا او بحرا في بلادنا، عرفت بالفعل ارتفاعا مقارنه مع ما كانت عليه سنه 2019 قبل الازمات المتتاليه الدوليه من جائحه وتقلبات جيوستراتيجيه، وكما هو الحال عالميا. تتبقى في نظرنا المنافسة الشرفية وتنويع الشريفة وتنويع العرض هما الرافعتان الأساسيتان لتحسين أثمنة التذاكر.
فيما يخص الخطوط الملكية المغربية. تقوم الشركة الوطنية بتعزيز خطوطها خلال هذه الفترة، أوروبا ب 10%، أمريكا الشمالية ب 13%، كما تعزز النقل الداخلي عبر محور البيضاء. بالنسبة للأثمان ديال الخطوط الملكية، هي تتخضع إلى تدبير تهدف إلى ملائمتها مع السوق من أجل تقوية توازناتها المالية بهدف إنجاح مخططها الاستثماري المرتبط بالعقد البرنامج، اعتمادا على مداخلها الذاتية بهدف حصر مساهمة الدولة في رأس مالها في أقل مستوى ممكن، حتى لا تؤثر على ميزانية الدولة التي يجب توجيهها إلى القطاعات ذات الأولوية. وجدير بالذكر أن الأجواء المفتوحة تمكن المواطن المغربي المقيم بالخارج الولوج إلى خطوط مباشرة مع الشركات الدولية للبلدان المعنية، وكذا الخطوط الغير مباشرة عبر المراكز لتلك الخطوط، علما بأن التذاكر الغير مباشرة تكون أقل كلفة ب 20 إلى 40%، وهذا النموذج هو السائد عبر العالم. وشكرا. شكرا سيد وزير. تعقيب سي طيع، تفضل سيد نائب محترم. شكرا سيد الوزير على توضيحاتكم التي نتفهمها جيدا، ولكن أيضا يجب أن نتفهم عناء مغاربة المجار من الارتفاع الصاروخي للأسعار يعني من وإلى بلادهم الأم، خاصة خلال مواسم الدروع مثل العطلة الصيفية أو العطل الدينية. ووفق المعطيات التي نتوفر عليها، تتراوح أسعار تذاكر الرحلات الجوية في الدرجة الاقتصادية ذهابا وإيابا من بعض المدن مثلا الأمريكية وكندية وبعض الدول الإفريقية بين 9000 درهم و 22000 درهم. تصوروا مع السيد الوزير واحد العائله فيها جوج الناس ولا اربعه الناس، كم ستكون تكلفه السفر دون احتساب مصاريف الاقامه بالمغرب؟ فهذا الغلاء يثقل كواهلهم ويحرمهم من زياره لعائلتهم وزقائهم بالمغرب. لذا نجدد طلبنا السيد الوزير لايجاد حلول هذه المعضله المستعصيه منذ سنوات بالتدخل لخفض بعض الاسعار باش يكونوا تقريبا الاسعار المحافظه تلك السنه. ونقترح عليكم مثلا الغاء او تخفيض الرسوم المفروضه على تذاكر السفر الموجهه للجاليه المقيمه بهذه الدول. اما التذاكر المنخفضه التكلفه هادو اللي كنقولوا راه رخاص سواء داخل المغرب او خارجه، كنطلبوا منكم ايجاد حل لهذا التكبير اللي كيكون بين. شكرا سيد نائب محترم. تعقيب السيدة النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تفضلي يا سيدة النائبة. السيد الوزير، جلالة الملك تساءل في الخطاب ديال 20 غشت 2022 عما وفرنا لأبناء هذا الوطن لتوطيد ارتباطهم ببلادهم، وحنا بدورنا كتسألوا ياك هذا العام والعام اللي داز ساهمتوا في لارام، قولوا لنا شنو هو الأثر ديال هذه المساهمة على أفراد الجالية. السيد الوزير، ياك درتوا خطوط وتذاكر خاصة ودرتوا مجموعة من المبادرات في عدة مجالات بما فيها كرة القدم وداك الشيء ديال قطر، الحج، العمرة، وراه هذه الجالية خصكم تلقاو لها حلول. راه كاين لي هذه 5 سنين ما شافش العائله ديالو، ومنين كيجيو يقطعوا باش يدخلوا كيتصدموا بالاثمنه الخياليه ديال التذاكر، وخصوصا بالنسبه للعائلات الكبيره. اقل شيء ديروا تذكره تفضيليه واحده لكل فرد في العام. اما ان تكتفي الوزاره بتحسيس الشركات والتبرير لها بان السوق محرره وتخضع للعرض والطلب، فهذا كيضرب في الصميم مجهودات البلاد ديالنا لربط الجاليه خصوصا الجيل الثاني والثالث ببلادهم، كما انه ما كيتوافقش مع التوجهات والتطلعات ديال بلادنا السياحيه. السيد الوزير، هذا الشيء ماشي جديد وكيوقع كل عام، واش هذه الجاليه عندكم بحال شي بقره حالوب وصافي؟ الا كانت تعني لكم شي حاجه وكانت كتجيب لكم 117 مليار ديال الدرهم من العمله الصعبه اللي بها كتستوردوا، ما فيها باس ديروا دراسات استباقيه وتلقاو حلول. ياك نتوما حكومه الكفاءات والانجازات الغير مسبوقه، ايوا هنيئا لكم، راكم نجحتوا ولاول مره تخرجوا حتى ابناء الجاليه باش يحتجوا ويوقعوا تاهم على العرائض. شكرا سيدة النائبة. سيد الوزير، هل هناك، قبل ما ترد سيد الوزير، هل هناك تعقيبات إضافية في الموضوع؟ سيد الوزير تفضل. سيدة النائبة، اسمح لي بزاف، قدتم حكومتان متتاليتان مع وزرائكم في النقل السي رباح والسي عمارة، والمشكل كان مطروح دائما في هذه القبة هذه وما حليتوش اي المشكل، وتتقولوا لنا انتم حكومه الكفاءات. سمحوا لي، عطيتوني باش نرد عليكم.
اسمح لي يا سي بوانو، اسمح لي يا سي بوانو، اسمح لي يا سي بوانو، اسمح لي يا سي عبد الله، سي عبد الله، سي بوانو اصبر اصبر، احنا جايين سي بوانو، احنا جايين، احنا جايين سي بوانو، احنا جايين سي بوانو، احنا جايين، ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. نيويورك كازابلانكا، نيويورك كازابلانكا، نيويورك الدار البيضاء. البارح 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 بالتليفون ديالي 7 جويلي الى 9 اغسطس $1,600 ديريكت الي غوتور رويال ماروك. 1600 ما عرفتش، ما عرفتش، وحتى انت ما عارفش، وحتى انت ما عارفش، وحتى انت ما عارفش. اسمح لي، اسمح لي، اسمح لي. وثانيا 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 $1,000 السيد الوزير، اسمحوا لي، خليو السيد الوزير يجو. $1,000 $1,000 دزتي على بالي، خلي السيد الوزير يجو. $1,000 الى دزتي على بالي، ونعطيكم ونعطيكم غير مقارنه اخرى يمكن لكم ديروها بسهوله. دخلوا وطلبوا نيويورك باريس، ما طلبوش نيويورك كازا، نيويورك باريس. 940 درهم مع اير فرانس و $600 عفوا الي روتور، دونك 1000 تقريبا، و $641 الى مشيتي على شي مطار اخر. راه هاد الاسواق. شكرا شكرا السيد الوزير، شكرا شكرا. نقطه نظام، لا شوف سي، نقطه نظام السي سي دراوز، نعطي لك. تفضل السي سي شوكي، تفضل سيد الرئيس. سيد الرئيس الله يخليك، نقطة نظام غير باش إلا سمحتوا بكل احترام ضبطوا الجلسة. الحكومة تترد على الأسئلة ديال السيدات والسادة النواب، نتمناو أنكم ضبطوا الجلسة وما تخليوش النواب ياخذوا الكلمة ملي تكون الحكومة تترد. شكرا. سيد الرئيس راه حنا ضابطين الجلسة بهدوء. تفضل السيد النائب، تفضل. سيد الرئيس، تفضل تفضل تفضل. سي حجيره، الجو ديال النقاش داخل هذه المؤسسه الدستوريه يقتضي ان نستمع للساده النواب وسيده النائبات وهن وهم يطرحون اسئلتهم، وان نستمع بنفس المنطق للساده الوزراء وهم يجيبون على اسئله النواب. اكثر من ذلك، توقيت سيد الوزير لم يتم احتسابه لدرجه انه بقات الكونتور او الدقائق الثواني تمر وتم ايقافه ولم ينهي الجواب عن سؤال سيد النائبه. شكرا سيد. تفضل سي بوانو، تفضل سيد الرئيس. سيد الرئيس، اولا اعتذر السيد الوزير لانه النقاش بالفعل كيخصو يكون مسؤول، نخليكم تتكلموا. غير منين ذكرتي الاسماء ديال الوزراء، بغينا طلبنا منكم الاسئله اللي كانت في هذوك عند هذوك الوزراء فقط، ولذلك انا اعتذر وهذا النقاش نرجع اليه مره اخرى. شكرا 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 سيد الرئيس. نمر الى السؤال الموالي عن ضروره وقف حرب الطرقات للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي المعارضه الاتحاديه. تفضل السيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسائلكم حول ضرورة وقف نزيف حرب الطرقات. جواب سيد الوزير. نائب المحترم، تتعرفوا الأهمية اللي تتلوي هذه الحكومة لهذه المشكلة هذه. بغيت غير نقول إنه من 2015 إلى 2023 حنا تنعيشوا شبه استقرار في حصيلة الموتى مع الأسف على الطرقات. هذه الوضعية هذه مختلفة. 44% ديال الارتفاع بالنسبة للسائقي ديال الدراجات النارية، و16% ديال الانخفاض بالنسبة للمستعملين الآخرين. عليها قررنا ناخذوا واحد يعني المبادرة مستعجلة بالنسبة للموتورات. غنوزعوا 50,000 خوذة وقائية، خصنا ننفذوا المخطط التواصلي التحسيسي لهذه الفئة هذه، ونركزوا المراقبة الطرقية على هذا الناس هذو، ونعززوا المراقبة على موزعي وبائعي الدراجات باش يحترموا المعايير التقنية. وبالطبع من جهة أخرى، الورش شمولي، حنا تنقيموا الخمس سنوات الأولى ديال الاستراتيجية، وغادي نعيدوا النظر في الاستراتيجية، وإن شاء الله في شهر فبراير المقبل غادي نقلنا نتقاسموا معكم الاستراتيجية الجديدة، ونتمنى ونقدروا ندخلوا في المسار يعني التخفيضي ديال عدد القتلى ديال الطرقات في المغرب اللي تهمنا كلنا. شكرا. شكرا السيد الوزير. تعقيب سيد نائب محترم، تفضل. وزير، عرف مطلع الأول من سنة 2024
ارتفاعا مهولا لحوادث سير مميتة. ونحن السيد الوزير عند بداية الموسم الصيفي وما يشهده من تزايد عدد التنقلات الاعتيادية للمواطنين والمسافرين وخصوصا المناطق الشاطئية للمملكة، وهنا أستحضر معكم السيد الوزير الحالة المزرية للطريق الوطني رقم 16 بإقليم تطوان على مستوى منطقة أزلا وأمسا وصولا لمدينة ودلاو. هذه الطريق السيد الوزير في هذه الفترة بالذات جل المواطنين يعيشون الويلات معها طوال فصل الصيف من ازدحام واختناق مروري خطير، وفي بعض الأحيان شلل تام لحركية السير والجولان، مما يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وغير ذلك. لذا نلتمس من الحكومة توسيع هذه المحاور الطرقية تجنبا شكرا سيد نائب، تجاوزتي الوقت. شكرا سيد نائب، هل من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ تفضل سيد رئيس، تفضل. شكرا سيد رئيس. سيد الوزير المحترم، أنا غادي نمشي لواحد الجانب هي الطرق السير اللي هي من المفروض أن تكون أكثر أمانا. ونعطيك إحصائيات، عندنا 1839 كيلومتر في المغرب، في 2021 تسجلت 1559 حادثة، هاد تسبات هاد الحوادث 215 قتيل بعملية حسابية 0.12 قتيل في الكيلومتر الواحد. خطير هاد الشيء سيد الوزير. طرق السير عندها عجز مالي ديال 40 مليار، فين كيمشيو هاد الفلوس؟ هاد الضحايا اللي كيمشيو ديال العائلات، ما كاين اونتروتيان، كاين كيلومتر كنشوفوه كيتعاود كل مرة. الحواجز والمعايير الدولية، إلا كانت هذاك ما بين جوج ديال المسارات 10 متر، ما تكونش الحواجز، حنا عندنا 3 متر، خصها تكون الحواجز باش إلا كانت السيارة غادية في الاتجاه المعاكس. شكرا السيد رئيس. شكرا السيد رئيس. هل من تعقيب؟ شكرا سي رشيد، شكرا. هل من تعقيب إضافي؟ السيد الوزير. البنية التحتية ديال الطرق السيارة في المغرب مثل البنية التحتية ديال جميع الطرق السيارة، العدد اللي تكلمت عليه ما خصوش يتقارن بالكيلومتر، خصو يتقارن بالعدد ديال الكيلومترات المسافرين مضروبة، لأنه هذيك الطريق السيارة تدوز منها 50,000 سيارة في النهار. هذا هي وجهة النظر، وهذا هو المبدأ اللي تتخدموا به الخبراء في هذا الدومين. هذا بالنسبة لتطوان، بالنسبة يعني بصفة عامة، كاين البنية التحتية وكاين السيارة وكاين مستعمل الطريق، متفقين. البنية التحتية خصها الوقت باش تغير، وخصنا يكونوا عندنا برامج ديال تحسين السلامة ديال البنية التحتية الطرقية ديالنا، متفقين عليه. السيارات خصنا نلائموها مع المعايير الدولية الجديدة، لأنه السيارة غادي تصبح ذكية وغادي تولي تقرا الطريق وغادي تقول لي تساعد السائق. شكرا. ولكن شكرا سيد الوزير. انتهى الوقت سيد الرئيس. غادي ندوزو للسؤال الموالي عن التأخر في استصدار البطاقة الرمادية للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. تفضل سيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، نسألكم عن معاناة المواطنين في استخراج وتغيير البطاقة الرمادية. سيد الوزير. اسمح لي غير نقل الملف ديالي. اسمح لي بزاف. خذ وقتك سيد الوزير. هذه القضية هذه ديال البطاقة الرمادية يعني جد مهمة، لأنه خدمة تتهم جميع المواطنين وتتهمهم كثير شيء، ملي تيكون التسجيل ديال كيف تيقولوا له ماشي هي ديال الورقة، ما كاين مشكلة غادي نفهم غير الورقة. اسمحوا لي. ملي يكون التغيير ديال الملكية ديال السيارة، هذا هو اللي جد مهم. عندنا تقريبا 400,000 تغيير في السنة، هذا 400,000 تغيير اليوم تياخذ ما بين 35 يوم و 65 يوم باش تكون عندك كاتيجوري جديدة. بالطبع بعض المرات تيوقعوا مشكلات دقيقة، يقدر يبقى 4 شهور 5 شهور لأنه غادي، ولكن معدل ما بين 35 و 65 يوم. الرقمنه وبريد العمل مع بريد كاش والبريد بنك، الهدف ديالو هو نوصلوا ل 20 يوم وما نبقاوش نفوتوا 30 يوم. المهم الكل، هذا هو الهدف وحنا تنعملوا عليه، و
ولا نارسه خدامه من اجل هذا الشيء، وان شاء الله غادي نوصلوا لواحد المستوى اللي غادي يرضي المواطن المغربي. شكرا. تعقيب السيد النائب تفضل. السيد الوزير، إن التعامل مع مركز تسجيل السيارات في سابق لم يكن سيئا، ولكن كان نسبيا في تحسن مستمر رغم الإكراهات المتعددة وقلة الموظفين، إلا أنهم كانوا يبذلون جهدا كبيرا في خدمة المرتفقين. وقد حاولت الإدارة نرسى تحسين الخدمات والمساطر من خلال تفويض هذه الخدمات لمؤسسة بريد بنك عبر فرعه البريد كاش لتجديد البطاقة الرمادية وإصدار وتجديد رخص السياقة وكذا تحويل الملكية، غير أن جل الوكالة تعتمد على مستخدم أو اثنين على الأكثر لتقديم الخدمات. الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى جانب الخدمات الأخرى كأداء الفواتير الماء والكهرباء والهاتف والحجز تذاكر القطار وتحويل الأموال وفتح حساب بنكي، مما يؤدي إلى إرباك مستخدمين والاكتظاظ الوكالة وتضامن المرتفقين. من بين المعاناة الأخرى للمرتفقين هي ضعف أو انقطاع الصبيب بالوكالة، مما يضطر معه المواطن إلى الرجوع في اليوم الآخر. مشكل آخر يمكن في وجود أخطاء مادية في المعطيات الشخصية المسجلة لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية. إن تفويض الخدمات لها جوانب إيجابية، في المقابل هناك نواقص يجب الاستغلال عليها، مثلا تخصيص بريد كاش للموظف خاص بكل وكالة لمعالجة ملفات خاصة بنرسة، إلى جانب تحمل بريد كاش ونرسة المسؤولية وعدم الرمي اللوم على الآخر في حل المشاكل. وشكرا سيد الرئيس. شكرا السيد النائب المحترم. هل هناك من تعقيب إضافي في الموضوع؟ ما كاينش. الرد السيد الوزير فيما تبقى من الوقت. يا البريد بنك والبريد كاش مرينا من 80 المحل اللي يمكن له يمشي له المواطن الى اكثر من 1000، ولكن الهدف الاخير هو انه الناس ما يبقاوش يتنقلوا، وهذه العمليات تقدر تدار من الهاتف المحمول او من المنزل، ولكن هذا تستغرق شويه ديال الوقت وغادي يوصلوا له ان شاء الله. شكرا. نمر الى السؤال الموالي، وهو ارتفاع أسعار تذاكر النقل تزامنا مع عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الحركي. تفضل السيد نائب. أعطيو الصوت للسيد نائب الله يجزيك. تفضل السيد نائب. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير، السادة والسيدات. السيد الوزير، دائما عن غلاء التذاكر الجوية والبحرية، ماذا فعلتم؟ السيد الوزير. سيد النائب، غادي نتكلموا شوية على البحرية. كان ارتفاع مقارنة مع 2019، 2024 كاين انخفاض بنسبة 15% على خط طنجة الخزيرات على سبيل المثال مقارنة مع 23. خصنا نقويو العرض ونحافظوا على المنافسة الشريفة، خصنا نعملوا مع القطاعات المعنية باش نقدروا نخفضوا الأثمنة ديال هاد الخطوط اللي تيوصلوا للموانئ المغربية مستقبلا على أن لا تتجاوز أثمنة الخطوط المجاورة. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد النائب تفضل. سيد الوزير، أنا بغيت نقول لك بأن هنايا ما كنتزايدوش، وإلا ما نجحوش اللي قبل بغيناك تنجح أنت، فلهذا اليوم كنتكلموا على واحد الجالية اللي هي كتمثل 4 مليون ديال النسمة خارج أرض الوطن، تيجيو يزوروا بلادهم، وعندهم المغرب عندهم منفعة كبيرة في هذا، بغض النظر على انهم ولادنا وخوتنا وداك الشيء، ولكن المغرب كيستافد منهم بغينا ولا كرهنا. هنا المساله كنرجعوا بانها رابح، اللي بغيت اليوم السيد الوزير هو انك تفكر في شي برنامج اللي بقى محسوب لك في التاريخ ديالك، بحال اللي وقع مثلا في النقل المزدوج مع مسكان وغير ذلك. فاللي كنقترحوا عليكم السيد الوزير وقالوها الاخوان قبل مني، هو ان المساهمه في التذاكر ديال 4 مليون ديال النسمه ما غادي شيء تسيزينا، ولكن غنربحوا بها كثير. شكرا. وهاد الناس غادي يعرفوا. شكرا. شكرا السيد نائب محترم. هل من تعقيبات اضافيه في الموضوع؟ سيد وزير.
تنشكر السيد النائب، حنا خصنا نتعاونوا جميع على هذه القضيه هذه، لانه هنا تتكلموا على قضيه ديال الدعم، تتكلموا على الدعم المباشر ديال هذه التذاكر هذه. هذا سؤال ميزاني او ميزانياتي. انا كوزير ديال النقل تنعمل من جهه اخرى، تنعمل كصاهر على قطاع النقل، خص المنافسه تكون قويه، خص الفاعلين يكونوا صحاح، خص الفاعلين المغاربه يكونوا قويين باش ما نحسوش بانه الفاعلين الاجانب هما اللي تيفرضوا الاثمنه في بلادنا. اما بالنسبه للقضيه ديال الدعم المباشر الى اخره، هذا قرار يعني ما تعلقش بوزير النقل، وبالطبع ممكن يتناقش في القبه من خلال الميزانيه الى اخره. وشكرا. شكرا سيد الوزير. نمر الى سؤال موالي متعلق بمراجعه اجال البت في ملفات المنعشين العقاريين من طرف مكتب المطرات للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق الاصاله والمعاصره. فليتفضل احد وضعي السؤال مشكورا. تفضل سيدنا. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السيدات والساده النواب المحترمون. نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي تعتزمون اتخاذها من اجل ان يقوم مكتب المطارات بالادلاء برايه بخصوص المشاريع العقاريه في اجل معقوله. شكرا. سيد الوزير. شكرا سيد النائب. ما كانش عندي درايه بهذه المشكله هذه، خديت بعض المعلومات. كاين 25 ملف اللي تعالج في التوسعه ديال المدرج ديال تيتوان. هاد 25 ملف تيدوز من المكتب ديال سميتو ديال المطارات وتيجي لعندنا حنايا في الوزاره، في لا ديريكسيون دو لافياسيون سيفيل. 25 ملف الجواب توصلوا به الناس، او على الاقل حنا رديناه للمكتب، ما عرفتش واش عطوه للناس في اجل ما فاقش 35 يوم. واذا كانوا شي ملفات عندها مشكل بالطبع يمكن لكم تراسلوا الوزاره تقولوا هذا الملف راه عالق، وحنا ديك الساعه غادي ندخلوا ان شاء الله. شكرا. تعقيب السيد نائب سي المربط. تفضل. سيد الوزير، بلادنا في حاجة إلى الاستثمارات في جميع المجالات وتبسيط المساطر الإدارية في وجه المستثمرين، لكن للأسف فئة المستثمرين العقاريين الراغبين في الاستثمار بمناطق أو تجزئات محادية للمطارات والتي يتطلب الأمر بشأنها وجوبا رأي مكتب المطارات يجدون أنفسهم مضطرين لانتظار رأي المكتب لمدة تفوق في بعض الأور أو أكثر. وهنا أذكر على سبيل المثال تأخير إدارة المطارات في الرد على طلبات المنعشين العقاريين والمواطنين الراغبين في تشييد مباني تدخل ضمن المجال الجوي لمطار تطوان ومرتين. السيد الوزير، استبشرنا خيرا بتعيين السيد عادل فقير من طرف جلالة الملك نصره الله على رأس المكتب الوطني للمطارات، ونتمنى أن يكون لهذا التغيير وقع إيجابي على مراجعة أجل البث في ملفات المنعشين العقاريين من طرف مكتب المطارات. وعليه نقترح عليكم السيد الوزير ما يلي: أولا، تزويد الإدارة المعنية بمنصة رخص إبداء الرأي مواكبة الاستراتيجية الوطنية المعتمدة في مجال الرقمنة. ثانيا، نقل قاعدة البيانات من مدينة الرباط حيث تتم معالجة كافة الطلبات صوب مدينة تطوان تنزيل لا مركزية، وذلك من أجل تقليص مدة إبداء الرأي من طرف المكتب. ثالثا، تحديد المجال الجوي للمطارات مع. شكرا سيد نائب محترم. شكرا سيد مربط. تعقيب سيد الوزير. قلت لك عندي 25 ديال الملفات، حتى شي ملف فيهم ما فات 40 يوم، وإذا كان شي ملف فيه مشكل أرسلوا هنا. شكرا. نمر إلى سؤال موالي حول الاستعدادات المتخذة لإنجاح عملية العبور مرحبا 2024 للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الأحرار. تفضل سيد نائب سي الحسنوي. تفضل. سيد الرئيس المحترم، سيد الوزير المحترم، تعرف كل سنة عملية مرحبا عبور جديد مكثف للمغاربة المقيمين بالخارج لأرض الوطن. بناء عليه يسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات والتدابير المتخذة لإنجاح عملية العبور مرحبا 2024. وشكرا. السيد الوزير. سيد النائب المحترم، بالاهتمام بهذه العملية الوزارة تتعمل ككل سنة على توفير الظروف الكافية لإنجاح هذه العملية لتتعرف تدفق كبير للمسافرين خلال مدة زمنية قصيرة، بتعاون بالطبع مع جميع أو مختلف الجهات المعنية خاصة اللجان البحرية الوطنية والمشتركة لتوفير الظروف الكافية بإنجاح عملية مرحبا 24 فيما يخص النقل البحري.
فيما يخص هذا النقل قامت الوزارة بتعبئة أسطول بحري يستجيب للتدفقات المتوقعة خلال هذه الفترة يوفر عرض أسبوعي قدره 500,000 مسافر أسبوعيا وزيادة من 440 رحلة أسبوعية على 11 خط بحري. وهذا الأسطول هذا تيتجلى كالتالي: 12 سفينة على مستوى الخط طنجرة الجزيرة الخضراء، 4 سريعة ما بين طنجة المدينة وطريفة، 5 على مستوى الخط البحري ديال الناظور الميرية، سفينة على مستوى الحسيمة الناظور موتريل، وسفينة على مستوى الخط البحري طنجة المتوسط موتريل، و6 سفن للمسافات الطويلة تتربط مواني طنجة المتوسط والناظور بمواني برشلونة وسات ومارسيليا وجنوة وتيتشيا فيكيا. وفي مجال النقل الجوي قامت الوزارة خلال موسم 2024 بالترخيص ل 52 شركة للطيران تتأمن 2060 رحلة أسبوعية منتظمة تتربط المغرب ب 135 مطار دولي في 52 بلد، وهذا بارتفاع 15% مقارنة مع 23. وبالنسبة للخطوط الملكية يتجلى العرض خلال الصيف ما يفوق 6.5 مليون مقعد، أكثر من 90 وجهة، أي بزيادة تفوق 300,000 مقعد مقارنة مع الصيف السابق. وغادي تطلق الشركة 6 خطوط جوية دولية جديدة باش تلبي الطلب المتزايد والمرتفع لمغاربة العالم. وشكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب سيد نائب محترم، تفضل سي حسنوي. شكرا سيد الوزير على المعلومات الإضافية التي تفضلت لمستعراضها، ولا يفوتنا هذا التنويه بالتطور الكبير الحاصل على مستوى تهيئة الشروط لاستقبال إخواننا من مغاربة العالم من سنة أخرى، وكذلك التنويه بإخواننا الفقاتلين بالخارج أنفسهم على ارتباطهم القوي بوطنهم سواء من خلال الحضور المكثف بموسم الصيف أو بالأعياد الدينية أو أيضا بالتحويلات المهمة من العملة الصعبة التي تعتبر قيمة مضافة للخزينة والاقتصاد الوطني. كما لا يفوتنا أن نشيد بالدفاع المستفيد المغاربة المقيمين بالخارج على الثوابت الوطنية وعلى رأسها قضية الصحة المغربية. عملية مرحبا لاستقبال الجالية المغربية المقيمة بالخارج لها واقع إيجابي، حيث أن دخول مغاربة العالم ينعش قطاع السياحة، وقد اتضح ذلك مؤخرا خلال أيام عيد الأضحى عرف حركة اقتصادية كبيرة. ونطلب منكم السيد الوزير تدخل مع وزير التجهيز لحل مقطع الطريق بين القصر الصغير والميناء، أن هذا المقطع أصبح غير كافي لاستقبال الزوار والشاحنات، وأن هذه المؤشرات الإيجابية تعز أساسي للبرامج التي أصبح تعتمد بلادنا لاستقبال هذه الشريحة من السياح إن صح القول، الذين يعودون إلى وطنهم لاستجمار رفقة أقاربهم جالبين معهم مبالغ مهمة من العملة الصعبة، أو هو ما يساهم في ترويج عدد من المرافق وإدارة. شكرا سيد نائب محترم. هل من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ تفضل سيد نائب، تفضل. السيد الوزير، العملية ديال مرحبا هي عملية متداخلة وسبقنا تكلمنا عليها أكثر من مرة في هذه القبة، ما غاديش نتكلم على المواضيع اللي تاروها الزملاء من فيما يخص الأسعار، فقط من خلالك بغينا من خلالك تنخاطب الحكومة ككل، وشعورا منا بالمسؤولية اليوم اللي ما خصناش نغيبوا عناصر أساسية اللي تتعلق بالمد ديال اليمين المتطرف في واحد العديد من الدول الأوروبية حيث تتواجد واحد الجالية، وهذا تقتضي أنه تغيير واحد الرؤية للتعاطي مع الموضوع ديال ماشي غير مرحبا، لأن مرحبا عملية قلت هي موسمية إلى آخره، وهو اللي كيتعلق بتعزيز الحضور المغربي لحماية أفراد الجالية المغربية والرفع من القدرات ديال السياسية والاجتماعية لمواجهة أو لتعزيز حضور قوي داخل الهجرة. فيما يخص العملية مرحبا التي تخص التركيز، وانتم قايمين بالمهام ديالكم، فقط بغيت نشير لواحد النقطة السيد الوزير. دابا عاد الآن قلتي باللي قمتوا بتعبئة أسطول بحري، صحيح، ولكن يجب كذلك إلزام الشركات يعني بتوظيف أسطول بحري يعني خاضع للمواصفات اللي كتحترم
يعني اللي كتحترم المواطن، لانه بعض البواخر هي لا ترقى الى مستوى النقل البحري اللائق، خاصه ان هناك مسافات طويله من جينوفا الى اخره لطنجه او سيت طنجه الى اخره. وبالتالي العمليه قلت متداخله، لانه اليوم الهجره هو واحد لا جينيراسيون شابه، كيفاش نعزو التواصل ديالها مع بلادها، لان هنا تيبقى كذلك تدخل ديال يعني الوعي ديال وزاره السياحه، واحد العدد ديال المتداخلين وزاره الخارجيه، وهذا كيقتضي انه التفكير بجد يعني من اجل ارجاع وزاره دي خاصه بهذا الفئه الكبيره ديال المغاربه. انا ما كنخاطبكش في هذا الشيء، من خلالك تنخاطب الحكومه. انا هذه مناسبه كندخل غير في اطار واحد التعقيب اضافي، ما عنديش يعني كيف كنشوف ان الامور ستتعالج. وشكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب سي شنتوف. هل من تعقيب اضافي؟ السيد الوزير اتبقى من سليتي. نمر الى السؤال الموالي، وهو سؤال آني عن المخطط الوطني للنقل السككي للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق التقدم والاشتراكية. تفضل السيد نائب محترم. حول المخطط الوطني للنقل السككي بلادنا، نسألكم سيد الوزير. سيد الوزير. شكرا السيد النائب المحترم. المغرب تتوفر على شبكة سككية ديال 2200 كيلومتر للخطوط، منها 200 كيف تتعرفوا للخط الفائق السرعة. وبالطبع اليوم عندنا تجربة معترف بها دوليا في هذا القطاع، والمكتب الوطني للسكك الحديدية مكتب رائد بالنسبة للجهة، ولكن أيضا عالميا. بالطبع في إطار الدراسات اللي قام بها هذا المكتب هذا، كاين مخطط جديد. هذا المخطط في المدى الطويل، هذا المخطط يهدف إلى 5100 كيلومتر، منها 1300 كيلومتر فائق السرعة، باش نربطوا 43 مدينة، أيوا 23 اللي مرتبطة اليوم، ونوفروا الخدمة لتقريبا 90% ديال الساكنة بدل 51% اليوم. الاستثمارات ديالو هائلة، حيث أنه تتفوق 400 مليار درهم. و يعني طبعا حنا تنعملوا باش نشوفوا كيفاش يعني نعبئوا الميزانيه باش نقدروا نسرعوا. السيد الوزير سي بايزيد. سيد نائب تفضل. شكرا السيد الوزير، ولكن كما كتعرف انت فعلا كاين واحد الطفره النوعيه على مستوى النقل السككي، ولكن السيد الوزير هذه الطفره النوعيه مش ملات جميع الاقاليم، وحتى على مستوى المستقبل وهمشتوا بعض الاقاليم اللي كانت اللي استفد منها المكتب الوطني للسكك الحديديه بحال الاقليم ديال جديده ومدينه جديده. اليوم كنشوفوا ان من نهار تخلقات المحطه السكك الحديديه اللي في جديده ما عمر تم التجديد ديالها او اعاده البناء ديالها. بالنسبه للعربات من الجيل الجديد ما استفدتش جديده. اليوم شوف انا كبرلماني جيت تران من جديده للدار البيضاء لقينا اون بان ترو فوا، وكيبقى بنا تران اون بان. ما حرامش السيد الوزير، واش هاد الناس ديال جديده ماشي بغربه؟ واش هاد الناس ديال جديده ما يستحقوش رغم ان المكتب الوطني للسكك الحديديه استفد ملايير د الملايير من نقل التربه من خريبكه لجرف الاسفار، وعطيو لهذا الاقليم على الاقل ولو نسبه بسيطه من المداخيل اللي دخلتو. ومن هذه المناسبه كنبغي نشكر السي المدير الوطني للسكك الحديديه، استقبلنا فعلا ووعدنا رغم انه حق لنا بعض المطالب وخا بسيطة، وعدنا ان المستقبل ان شاء الله غادي تكون محطة من شكرا سي بايزيد. شكرا سيد نائب. هل من تعقيبات اضافية في الموضوع؟ تفضل سيد نائب. ما بقاش عندك سيد الوزير؟ ما بقاش. امر الى السيد الوزير. كنشكرك على المساهمة ديالك وعلى سعة الصدر، ونمر الى القطاع الموالي والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. مرحبا بالسيدة الوزيرة، كنشكرك بقيتي معنا من بداية الجلسة، تبارك الله عليك. سؤال عن إحداث مراكز للتربية والتكوين بالعالم القروي للسيدات والسادة النواب محترمين من فريق التجمع الوطني للأحرار، فليتفضل أحد واضعي السؤال. مشكورة. تفضلي السيدة زينب. تفضلي السيدة النائبة، أعطيو الميكرو. تفضل. حول إحداث مراكز التربية والتكوين بالعالم القروي السيدة الوزيرة نسائلكم.
سيد الوزيرة. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدة النائبة المحترمة. تنبغي نشكرك على السؤال ديالك. فعلا مراكز التربية والتكوين هي واحد البرنامج مهم جدا اللي عند وزارة الصدام والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكتنزلوا عبر التعاون الوطني، وعندنا تقريبا أزيد من 1370 ديال المراكز في جميع جهات المملكة، اللي تقريبا ثلث ديالها في العالم القروي، وبالضبط 428 اللي هما في العالم القروي، واللي كانت كتخرج مثلا في 2021 90,000، وصلنا دابا 136,500 ديال الرائدات والمتخرجات من هاد 78% هما فتيات هما نساء. إذن هذا برنامج ناجح 100% الحمد لله. لكن اللي نبغيو كنشكرك لأن فعلا تنشتغلوا دابا باش يكون التعزيز في المناطق القروية أكثر من هذا، أكثر من ذلك، خاصة أننا اعتمدنا على هاد المراكز باش تكون جزء من تنزيل الاستراتيجية ديال جسر. وشكرا. شكرا السيدة الوزيرة. تعقيب السيدة النائبة زينب سيمو، تفضلي. شكرا السيدة الوزيرة على المعطيات القيمة اللي عطيتينا، وأكيد كنحييكم على المجهودات الكبيرة اللي كتقوموا بها في واحد القطاع اللي هو غني وقطاع اللي هو كبير اللي كيهم الأسرة المغربية وكيهم مستقبل أجيالنا. وقبل ما نتفاعل معك السيدة الوزيرة في التعقيب ديالكم، بغيت نهنئكم على المؤتمر الدولي الأول حول اقتصاد الرعاية للنجاح الباهي اللي عرفوه، وكذلك هذا الشيء كيخليني نتفاعل معك حول تقرير المندوبية السامية للتخطيط في 2020 اللي قالت أن يعني الهرم الديموغرافي ديال بلادنا سوف يتغير وهيتقلب، وفي 2050 هرجعوا ازيد من 10 مليون مسن ومسنه، وهادشي كيخلينا اننا نفكروا اننا نواكبوا هذا التحول. كذلك السيده الوزيره، في اطار الالتقائيه بين الوزارات، بغيناكم ديروا شراكات مع قطاعات وزاريه، مثلا وزاره التربيه الوطنيه في ديك الفروع ديك الفرعيات المغلقه اللي داروا بسبب احداث المدارس الجامعاتيه، بغيناكم تفكروا انكم تعاودوا تحيوهم من جديد، وكذلك اطارات اخرى. كذلك السيده الوزيره، بغيت ندير لكم افكار وحلول فيما يخص هاد من اجل تحسين وضعيه المراه والفتاه كذلك في العالم القروي اقتصاديا واجتماعيا. ديروا ضل امام الامومه مع وزاره الصحه، ديروا كذلك الحاضنات للاطفال خاصه بالنسبه للمراه اللي كتشتغل في الحقول، المراه المزارعه، حيت هاد الحاضنات ديال تخينا اننا نحاربوا الهدر المدرسي، حيت كيف كنعرفوا الجميع ان النساء هما اللي كيخرجوا وليداتهم الكبار من ديك البنات الكبارات من المدارس باش انهم كيقدروا انهم يقابلوا خواتاتهم الصغار، وهادشي كيخلي مبدا في ضرب في مبدا تكافؤ الفرص. كذلك الانفتاح للتعاونيات والجمعيات من اجل اننا توفر لهم مقرات، وهذا الشيء خلينا اننا نضربوا يعني عصافير بحجره واحده. كذلك السيده الوزيره، ملتمس اقليم العرائش مدينه القصر الكبير ما فيهاش دور الايواء المراه المعنفه وما فيهاش دور الطفوله. بغيناكم السيده النائبه. شكرا السيده النائبه. هل من تعقيبات اضافيه في الموضوع؟ رد السيده الوزيره فيما تبقى من الوقت. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيدة النائبة المحترمة، كنشكرك بزاف لأنك شرتي لواحد المجال اللي هو مهم جدا مهن الرعاية، واللي فعلا اللي قمنا بالإضافة لهذا المؤتمر اللي نظمنا أننا ضفنا هاد التخصصات لمراكز التربية والتكوين اللي ولات دابا كتشتغل بالإضافة للطبخ والطرز والحلاقة، دابا كدير مهن الرعاية اللي هي المربيات اللي هي المرافقات الأشخاص المسنين. فإذا نحن غادي في هذا الاتجاه، وحنا طبعا كنشتغلوا على تعميم الحضانات وايضا على فتح مراكز لجسر الاسره اللي كتهتم بالمسنين. اذا هذا الشيء اللي قلتي راكم انتم كتعرفوا كنشتغلوا عليه جميع، وطبعا العالم القروي هو في الاولويه ديال الاستراتيجيه. وشكرا. شكرا السيده الوزيره. امر الى السؤال الموالي عن بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة للسيدات والسادة المحترمين النواب المحترمين عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلي سيدة النائبة المحترمة. صوت سين رئيس. عندك صوت. عن التدابير والإجراءات المعتمدة من أجل تسهيل الحصول وتبسيط المسطرات الحصول على البطاقة المعاق. السيدة الوزيرة نسألكم. السيدة الوزيرة.
شكرا سيد الرئيس، شكرا السيده النائبه المحترمه. اللي نبغي نشير هو ربما حاليا كتكلمي على شهاده الاعاقه، لان شهاده الاعاقه هي اللي كاينه حاليا. فجينا في 2020 كانت 40,000 شهاده اللي كانت تعطات، فقمنا برقمنه المنصه وتعميمها على جميع جهات المملكه، زادت 140,000 خلال سنتين، زدنا من 40,000 دابا وصلنا 180,000 شهاده ديال الاعاقه في جميع جهات المملكه. وطبعا قمنا على اصدار المرسوم الخاص باصدار بطاقه الاعاقه، وان شاء الله في يوليو غادي يكون التنزيل ديالها في جهات الرباط صاله القنيطره. شكرا. تعقيب السيده النائبه فاطمه بن عزه، تفضلي. سيد الرئيس، السيدة الوزيرة، حقيقة احنا نتمم المجهودات ديالكم في هذا الإطار من أجل الارتقاء بوضعية المعاق في بلادنا. غير فيما يخص هذه الشهادة، اسميتها الشهادة، كنشوفوها أنها غير معممة، ومازال المواطن المغربي، لا سيما أن شريحة المعاقين تنتمي إلى غالبيتها إلى أسر هشة وأسر فقيرة وأسر في البوادي والقرى، اللي لحد الآن مازال ما وصلتهم المعلومة. وعلى هذا الاساس حنا كنطلبوا من الحكومه ديالكم، من وزارتكم، تكثيف الجهود في هذا الاطار، وتكون واحد الجهات محليه، واحد اللجان محليه اللي يدخل فيها جميع المتدخلين من سياسيين، جمعيات، الى غير ذلك، من اجل ايصال المعلومه الى المواطن في عقر داره، لا سيما مع الاميه الالكترونيه اللي كتعم هذه الفئه هذه، واللي ما يمكنش انهم يكون عندهم واحد لاكسي لهذا المنصه باش ممكن انه يتسجلوا. راه كاين بعض الاماكن اللي مازال ما وصلها حتى الصبيب ديال الانترنت، ومازال ما عندهمش الهواتف الذكيه ولا 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 اي وسيله من اجل التسجيل، وبالتالي كيتحرموا من هذا الشواهد. وانتم كتعرفوا الامتيازات اللي عاد تعطيها هذه البطاقه، والامتيازات اللي كان عند الشهاده، باش ممكن اننا نرتقيوا من هذه الفئه. وحنا بطبيعه الحال كنتملوا العمل ديالكم، وكنشكروا الوزاره ديالكم، وكنشكروا الحكومه. شكرا السيده النائبه. شكرا سيدة النائبة. هل من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ تفضل سيد نائب. شكرا سيد الرئيس. السيدة الوزيرة، أنا رئيس الجمعية ديال الأطفال المتخلى عنهم في الرشيدية، وعندنا أطفال معاقين وكيعيشوا ظروف قاسية، وما عندنا لا الخاصية ولا الإمكانيات باش يمكننا نقوموا بهاد الأطفال، لا بالنسبة للتمدرس ولا بالنسبة للتطبيب ديالهم والترويض، وفي الحقيقة كيعيشوا ظروف قاسية. كنتمناو أنكم تلقاو لهم حلول، وشكرا. شكرا سيدة الوزيرة. كاين شي تعقيب إضافي؟ تفضلي سيدة الوزيرة. شكرا سيد الرئيس. السيدة النائبة المحترمة، كنأكد على أن شهادة الإعاقة معممة في جميع أنحاء المملكة بفضل منصة خدمات. أنا اللي تنقول أكثر من هذا، أننا قمنا برقمنة 500 مركز خلال سنتين، باش الناس اللي ما عندهمش الطبيب وما عندهمش سمارت فون تيجيو للمركز الاجتماعي باش كياخذوا الشهادة ديال الإعاقة. إذا حاليا معممة والآليات منزلة باش يكون الولوج لجميع الأشخاص في وضعية إعاقة في جميع أنحاء المملكة. بالنسبة للسيد النائب المحترم، يعني مستعدين نواكبكم، حنا تنواكبوا جميع الجمعيات باش يكون هناك فتح مراكز جديدة، لان كاين الخصائص طبعا في العالم القروي ولا في الجهات اللي بعيده على المراكز. حنا اي طلب تقدم لنا كنواكبوه مع المبادره الوطنيه للتنميه البشريه باش نفتحوا مراكز جديده، فمرحبا بكم. شكرا سيده الوزيره. ونمر الى السؤال الموالي، سؤال عن مشاريع القطب الاجتماعي الموجه للنساء والاطفال والمسنين وذوي الاعاقه، للسيدات والساده النواب المحترمين من فريق التجمع الوطني الاحرار. تفضل سيد نائب محترم. شكرا سيد الرئيس المحترم. السيدات والساده النواب المحترمين، نسائكم السيده الوزيره المحترمه عن التدابير والاجراءات المتخذه لانجاح مشاريع القطب الاجتماعي الراميه الى تنويع عرض الخدمات الاجتماعيه والانسانيه الموجهه للنساء والاطفال والمسنين وذوي الاعاقه بمختلف ربوع المملكه. السيده الوزيره. شكرا سيد الرئيس. شكرا
السيد النائب المحترم. بالنسبه لوزاره التضامن والإدماج الاجتماعي والاسره، يعني جينا بواحد العدد ديال الخدمات جديده اللي هي مثلا برنامج جسر التمكين والرياده بالنسبه للنساء اللي تخصصت له ازيد من 300 مليون درهم مع الجهات، واللي مسجله فيه 84 الف ديال النساء. بالنسبه للاطفال، قمنا بتعميم الاجهزه الترابيه المندمجه لحمايه الطفوله، ما كانتش معممه، دابا معممه في جميع جهات المملكه. بالنسبه للاشخاص في وضعيه اعاقه، وكما اشرت السيده النائبه المحترمه، تم تعميم المراكز ديال استقبال ومواكبه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه بجميع انحاء المملكه والرقمنه ديالها، ورفع عدد المستفيدين سواء من الاجهزه المعينه التقنيه او من الانشطه المدره للدخل او من التندروس. بالنسبه للاشخاص المسنين، خرجنا برنامج جسر الاسره باش المسنين ديالنا يبقاو في البيوت ديالهم. اذا هذه كلها برامج جديده اللي قامت بها الوزاره في اطار تنزيل البرنامج الحكومي. شكرا السيده الوزيره. تعقيب سي عبد الله البوكيلي، تفضل. شكرا السيده الوزيره المحترمه على جوابكم. ان تكريس ركائز الدول الاجتماعيه التي تعمل الحكومه جاهده من خلاله عبر ارساء مجموعه من المشاريع والاوراش، قد تعزز باستراتيجيه القطب الاجتماعي الراميه الى النهوض بسلسله الخدمات الموجهه الى النساء والاطفال والمسنين وبدرجه اكبر لفائده الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه. ولا شك أن إطلاق المشاورات الجهوية مع كل الفاعلين في هذا المجال والخروج بتوصيات ومقترحات تنضاف لخلاصات المؤتمر الدولي الأخير حول اقتصاد الرعاية من شأنها أن تشكل طفرة نوعية وتقدم كبير على مستوى تعزيز قيم التضامن وبناء مجتمع متلاحم وفق أبعاد إنسانية وحقوقية، انسجاما مع ما أكد عليه تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد الحريص على استهداف الفئات الاجتماعية الهشة والاستثمار في العنصر البشري. نحن اليوم السيدة الوزيرة المحترمة مطالبين بمضاعفة الجهود ومواصلة المسار لتجاوز كل الإكراهات التي شهدتها منظومة التنمية والإدماج الاجتماعي عبر تكريس دور كل مؤسسة العامل في المجال الاجتماعي والتضامني وتقويتها تنظيميا وتشريعيا وفق منظور أساسه الحكامة المرفقية والتجاوب التلقائي مع حاجيات كل فئة من الفئات المستهدفة. شكرا. شكرا السيد نائب سي عبد الله. هل من تعقيب إضافي في الموضوع؟ ما كاينش تعقيب السيدة الوزيرة؟ رد السيدة الوزيرة، تفضل. لا، بغيت غير نشكر السيد النائب المحترم لأنه أشار لهذه البرامج الجديدة اللي كلها اللي قمت بها الوزارة، لكن تنبغي نشكرك أيضا لأنك شرتي لهذه المهن الرعاية اللي هي مهمة، ولهذا تنفيذ التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله، وخاصة فيما يخص الأسرة. يعني بغينا نشتغلوا على الوقاية قبل ما نوصلوا للحماية، وهذا علاش خرجنا برنامج جسر الأسرة اللي فيه المواكبة ديال الأسر منذ البداية باش ما نطيحوش في هذا الظواهر الاجتماعيه السلبيه. وشكرا لكم. شكرا السيده الوزيره. نمر الى السؤال الموالي عن معاناه الاشخاص في وضعيه اعاقه بالعالم القروي للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاشتراكي المعارضه الاتحاديه. تفضل السيد نائب محترم. شكرا السيد الرئيس. السيده الوزيره، ماذا تعملون للتخفيف من معاناه الاشخاص ذوي الاعاقه خصوصا بالعالم القروي؟ السيدة الوزيرة. السيد الرئيس، شكرا السيد النائب المحترم. يعني الاشخاص في وضعيه اعاقه كما تعلمون بلادنا تحت القياده ديال صاحب جلالة نصره الله لها واحد العنايه خاصه جدا، ولهذا قمنا بالاشتغال بعدا على الخدمات. هذه الحكومه خصصت 500 مليون درهم في 2022 و 500 مليون درهم في 2023 باش يكون الرفع والتجويد ديال الخدمات الاشخاص في وضعيه اعاقه، والنتائج هي كتكلم على نفسها. أن تم الرفع ديال التندروس من 16000 ل 26000، تم الرفع ديال الأنشطة المدرة للدخل من 421 ل 1830 في 2023، يعني كان واحد التجويد. تكلمنا على الرقمنة للولوج لمنصة خدماتي باش يكون الاستصدار ديال شهادة الإعاقة، إذا هذا كان تطور كبير. لكن الحمد لله حاليا يعني بغينا نمشيو أبعد من هذا، ولهذا بدينا تنتكلموا على هذا اقتصاد الرعاية، وخاصة الربط ديالو بمنظومة الحماية الاجتماعية باش تكون استفادة أوسع لجميع الأسر. شكرا السيدة الوزيرة. السيد النائب سي عمر أعنان، تعقيب.
السيدة الوزيرة كنقدروا المجهودات اللي كتقوموا بها، إلا أن أشخاص ذوي الإعاقة ما زالوا يواجهون العديد من التحديات وغياب البنية التحتية الملائمة، ويواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، إضافة إلى نقص الوعي بحقوقهم أدنى وحقهم في الحصول على بطاقة معاق والاستفادة من خدماتها. نعتقد أن سياسة عمومية خاطئة أدت إلى هذا الوضع، وأن فشل السياسة الحكومية في معالجة هذه المشاكل جعلت ذوي الإعاقة عرضة للتميز والتنمر والتهميش. يجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه المشاكل، وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة وزيادة الموارد ومتابعة وتقييم برامج حكومية مثل برنامج دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يعاني من اختلالات، وكذلك تفعيل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الذي ما زال يعرف نوعا من الجمود، وتوفير بنية تحتية ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا سي عنان. سيدنا إيه تفضلي سيد الوزير، وهل هناك تعقيبات إضافية؟ كاينين سي زهو تفضل. شكرا سيد الرئيس المحترم. السيدة الوزيرة المحترمة، كنقدروا المجهودات الكبيرة اللي كتقوم بها، وأيضا المجهودات الكبيرة اللي كتقوم بها الجمعيات اللي كتشتغل في الميدان ديال الإعاقة صراحة، من خلال الرفع ديال النسبة ديال التمدرس أو من خلال الدعم ديال 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 هذه الفئة. لكن السيدة الوزيرة المحترمة، في العالم القوي كاين صعوبات كبيرة، وهنا غنحكي لك على إقليم ستيفني اللي فيها مجموعة ديال المراكز ديال اللي كتشتغل في هذا الميدان هذه، من هنا مركز ديال صبويا، سيدي فني، تيغوزا، الخصاص، مجد. إلا أنه الشجاعة ديال الإقليم والصعوبة ديال العالم القوي كيجعل أنه هذه الجمعيات ما كتشتغل بريحة. بغينا منكم من السيدة الوزيرة دعم خاص وخاص لهذه الجمعيات، لأن العالم القوي الاشتغال فيه في هذا الميدان هو اشتغال صعب جدا. إلا كانت الدعم ديال النقل على سبيل المثال، كاين جمعيات في هذا الميدان اللي كتشتغل ما عندهاش النقل، كتستعمل بس السيارة الخاصة باش توصل هذوك المستفيدين للمراكز ديالها. الاشتغال في غياب وسائل النقل السيدة الوزيرة يصعب على الجمعيات باش تشتغل. شكرا. شكرا سيد نائب سي زاهو، هل من تعقيب إضافي؟ رد السيدة الوزيرة. شكرا سيد الرئيس، شكرا سادة النواب المحترمون. اللي نبغي نشير هو اولا يعني في هذه الحكومه وتنفيذ التوجيهات الساميه ديال صاحب الجلاله نصره الله، لان هذه الفئه مهمه جدا وتعد لها واحد العنايه خاصه. لاول مره ومنذ 30 سنه تم استصدار القانون او اصدار المرسوم ديال اصدار بطاقه الاعاقه. هذا واحد الانجاز مهم جدا اللي وقفنا عليه يعني كحكومه وكجميع، وكنشكر جمعيات المجتمع المدني وكنشكر جميع الفاعلين باش تمكننا من اصدار هذا المرسوم ديال بطاقه الاعاقه اللي هو دابا في شهر يوليوز كما قلت لكم بواحد السرعه فائقه اللي المنظومه الرقميه غادي يكون يعني التجربه ديالها في جهاز الرباط سلا القنيطره، واللي غتفتح الخدمات لجميع الاشخاص في وضعيه اعاقه ان شاء الله. شكرا. شكرا سيده الوزيره. ونمر الى السؤال المتعلق بتوسيع الأندية النهارية للمسنين للسيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فليتفضل أحد. تفضلي سيدة النائبة محترم. شكرا سيد الرئيس. سيدة الوزيرة، نسائلكم عن البرامج التي يعدها قطاعكم في مجال توسيع إحداث الأندية النهارية المجهزة لتحسين حياة شريحة المسنين، وشكرا. سيدة الوزيرة. شكرا جزيلا سيد الرئيس، وشكرا سيدة النائبة المحترمة، لأن أنا سعيدة لأن هذا المفهوم اللي جبناه وعززناه يعني لقي استحسانا لديكم، وحنا كنشتغلوا عليه، لأن أول مرة بدينا كنخدموا على هذه المراكز النهارية باش الأشخاص المسنين ما يمشيوش لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، يبقاو في الأسر ديالهم وخلال النهار يكون واحد المركز كيستقبلهم. ففي 2023 يعني دعمنا 120 جمعية ومركز ديال الأسرة، جسر الأسرة، اللي فيهم أزيد من 50 مركز نهاري، وحنا غاديين في التوسيع ديال هاد المراكز إن شاء الله. تفضلي التعقيب السيدة مريم خلوقي السيدة النائبة المحترمة، تفضلي. سيد الوزيرة، انطلاقا من الارتفاع المتزايد لنسبة المسنين ببلادنا بمن فيهم المتقاعدين من مختلف القطاعات والمصالح، وأمام واقع المعاناة اليومية لهذه الشريحة الاجتماعية التي أدت رسالتها، خصوصا الكفاءات التي لازال المجتمع يحتاج إلى خبراتها، ومن جهة ثانية فئة أخرى أصبحت تواجه نقصا في الرعاية الصحية وصعوبة في تدبير شؤون الحياة اليومية، وحتى لا تجد هذه الشريحة العريضة نفسها خارج المنظومة الاجتماعية الأسرية معرضة لمختلف أشكال الإهمال والتهميش
الفعلي، فإننا في فريقنا ندعو إلى إعداد بنية مؤطرة من أندية وفضاءات مجهزة لاستقبال نهار المسنين من الجنسين، وذلك لتوفير شروط مواصلة حياتهم الاجتماعية في ظروف جيدة داخل هذه الأندية الموفرة للرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم جميعا. ونوصي أيضا في فريقنا بتوفير أطباء وأطر متخصصين في طب الشيخوخة، والتي يعاني بلادنا من نقص كبير في هذا الاختصاص. ونؤكد أيضا على أن هذه الرعاية هي مكملة ومعوضة للتكافل الأسري والعائلي للحفاظ على القيم والعلاقات الاجتماعية السائدة في مجتمعنا. ونعطي نموذجا إقليم سيدي سليمان، هذا الإقليم الذي يعرف خصص كبير في هذا المجال. وكنلتمس من الوزيرة المحترمة أنها تعطي التفاتة هذا الإقليم على وجه الخصوص، وشكرا. شكرا. هل من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ ما كاينش رد السيدة الوزيرة؟ لا، هي إضافة بسيطة، لأن مع السيدة النائبة المحترمة احنا متفاهمين، لأن النوادي النهارية هي مهمة جدا، وكما قلت لكم احنا جينا بهذا المفهوم وكنوسعوا فيه. لكن اللي نبغي نشير، احنا مشينا أبعد من ذلك، لأن المقاربة في المعالجة ديال هذه الإشكالية هي مقاربة أسرية بالأساس، ولهذا احنا في استراتيجية جسر حطينا الأسرة، لأن من قبل كان داكشي مشتت، ها المسنين، ها الأطفال، ها النساء، فقلنا لا، الجواب هو داخل الأسرة. والمحور الثالث ديال الاستراتيجية هو الأسرة ومنظومة القيم والاستدامة. شكرا. السيدة الوزيرة، سؤال عن تمكين الأطفال المتخلى عنهم في سن 18 سنة من الاستفادة من الرعاية الاجتماعية. السيدات والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، السيدة النائبة مروة الأنصاري، تفضلي. شكرا سيد رئيس، سيدة الوزيرة، على الإجراءات اللي كتاخذها وزارتكم في هذا الموضوع نسائلكم. سيدة الوزيرة. نائبة المحترمة، نبغي نشير أن يعني فوق 18 سنة ما بقوش أطفال، يعني ولاو شباب، ولهذا حنا كنشتغلوا في إطار الالتقائية مع قطاعات أخرى باش تكون هناك الاحتضان والمواكبة ديال هاد الشباب اللي كيوصلوا 18 سنة خصهم يخرجوا من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وماشي سهلة، حنا عارفينها ماشي سهلة. ولهذا يعني قمنا أولا بالمواكبة ديالهم، لأن اللي ما نجحوش في القراية ديالهم كنديروا لهم دابا دينا كنعموا الحضانات، الحاضنات لي زانكيباتور سوسيو، الحاضنات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، باش الطفل أو الشاب ملي يوصل 18 سنة، الطفل ملي يوصل 18 سنة يولي شاب، يكون عنده على الأقل واحد الصنعة اللي ممكن يعتمد عليها. وقمنا أيضا بمقاربة مع القطاع الخاص، فقمنا بتجربة في بن قرير وأيضا في الدار البيضاء ستات، باش دخلنا القطاع الخاص وقلنا له خصنا نتعاونوا جميع، وكنشكرهم باش هاد الوليدات ملي كيوصلوا 18 سنة كيكون عندهم تكوين، لأن حنا عملنا تكوين، ولكن خاص القطاع الخاص يستوعبهم ويكون لهم واحد الشغل باش ممكن انهم يمشيو يكريو، وممكن انهم ومشينا ايضا في ابعد من هذا تشجيع الاسر الحاضنه، لان هذا الشاب اللي عنده 18 سنه ومقطوع من الشجره كما تنقولوا، مقطوع من الشجره، هذا ولادنا كاملين، هذا وليداتنا، فلهذا بغينا نعززوا الاسر الحاضنه او لي فامي دو باريناج، باش يكون هاد الوليدات واخا هما عندهم شغل وحنا مواكبينهم، تكون عي شويه الحنان والروابط الاسريه مع الاسر الحاضنه، وهذا برنامج غاديين فيه ان شاء الله. شكرا. السيده الوزيره، التعقيب السيده النائبه، تفضلي. سيدة الوزيرة، كنقدروا المجهود اللي كتبذلوها في الوزارة ديالكم إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتطوير مختلف الخدمات الاجتماعية لفائدة الأطفال أو الشباب المتخلى عنهم، وهي فئة تعيش هشاشة مطلقة ومركبة بفعل غياب حاضنة اجتماعية مهمة للتنشئة، وهي الأسرة كما شرط لها، وهو ما يجعل من الدولة الراعي الأساس والأوحد لهذه الفئة حتى اندماجها الكامل في المجتمع. إلا أنه بالرغم من المجهودات الإنسانية المقدرة اللي كتبذلها مختلف مؤسسات الرعاية الاجتماعية لفائدة هذه الفئة، فإن توقفها عند سن 18 سنة كيجعلها عرضة للشارع، وكيوليو خاطر على أنفسهم أولا، خصوصا إذا كانوا في حالة إعاقة كما أشار لها السيد النائب سابقا، وكذلك على المجتمع في بعض الحالات، خاصة الحالات اللي ما كيتمكنوش من النجاح في المسار الدراسي أو التكويني، وكيدخلوا في فئة ديال لينيت، كيمكن لهم ديك الساعات باش ينخرطوا مباشرة في سوق الشغل وتأمين حياة كريمة، خاصة وأن سن 18 سنة السيدة الوزيرة هو سن حساس، لكنه أيضا سن لمواطنين
مواصلة الدراسة الجامعية أو المهنية. سيدة الوزيرة، هذه الفئة كما شرطوا لها راه ما عندها والو من غير شنو كتقدم لها الدولة، واختارت بلادنا بقيادة جلالة الملك الله ينصره أن تكون دولة اجتماعية ووجهت اعتمادات مالية ضخمة لمختلف برامج تعزيز الدولة الاجتماعية وتحقيق التماسك الاجتماعي. فلذلك فإننا ندعوكم إلى تطوير برامج حكومية لضمان استمرارية الرعاية لفائدة هذه الفئة حتى تحقيق اندماجها الاقتصادي والاجتماعي، لأن جلها يبقى على أبواب المؤسسات في ظروف وأوضاع جد صعبة بعد بلوغ سن 18 سنة. وشكرا. شكرا السيدة النائبة. هل من تعقيب إضافي في الموضوع؟ أظن السيدة الوزيرة ما بقاش عندك وقت. نمر إلى السؤال الموالي ومتعلق بدعم تمدرس الأطفال ذوي الإعاقة للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصلة والمعاصرة، فليتفضل. تفضلي السيدة النائبة المحترمة. شكرا سيد الرئيس. السيدة الوزيرة المحترمة، عن دعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة نسائلكم. السيدة الوزيرة. سيد الرئيس، شكرا السيدة النائبة المحترمة. اللي نبغي نشير هو أن الحكومة يعني في إطار البرنامج الحكومي خصصت واحد الدعم مهم جدا لدعم تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، وكما كتعرفوا 500 مليون درهم في 2022، 500 مليون درهم في 2023، مما أدى الحمد لله النتائج جد إيجابية، اللي هو الرفع ديال عدد الأطفال المتمدرسين من 16 ألف اللي كانت في 2021 إلى تقريبا واحد أزيد من 26 ألف سنة 2023. تعقيب السيدة النائبة حورية ديدي، تفضلي. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدة الوزيرة. طبعا نتمنوا المجهودات اللي كتبذلوها فيما يتعلق بالتربية الدامجة، طبعا هذه برامج مهمة تستهدف هذه الفئة، لكن رغم المجهودات المبذولة هناك ضبابية تشوب صندوق التماسك الاجتماعي، فبالتالي هناك فئة من هؤلاء الأطفال الذين يصلون إلى 30 ألف طفل في وضعية التمدرس في الإعاقة، وكذلك إلى يعني 8 ألف مهني وعامل يشتغلون معهم. فبالتالي هذه الضبابية السيدة الوزيرة، بغينا نشوفوا طريقة الدعم، كيفية التصور ديالكم فيما يتعلق بهذا الدعم لهذه الفئة، ثم بعد ذلك إحصاء شامل وعام لهذه، خاصة لهذه الفئة، لأن هادو المتمدرسين باينين ولكن كاينين اللي غير تمدرس، وبالتالي أن التكلفة في حد ذاتها ديال الإعاقة سواء اقتصاديا ولا اجتماعيا هي تكلفة باهظة للأسر. لهذا يكون هناك في الحقيقة عدم تمييز بعدا ما بين يعني أنواع الإعاقة قصد الاستفادة، ثم بعد ذلك دعم الجمعيات ودعم المؤسسات التي ترعى هؤلاء الأطفال، وكذلك أن يكون هناك إعلان واضح في عن طرق هذه الدعم وتوسيع القاعدة الدعم. شكراً وكذلك شكرا السيدة النائبة ديدي. شكرا. هل من تعقيبات إضافية في الموضوع؟ تفضل السيد نائب محترم سي الحسين بن طيب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، صراحة تبذل مجهود كبير على مستوى دعم أشخاص في وضعية إعاقة، وبالخصوص الأطفال اللي كيتبقى في سن التمدرس. اليوم بغينا نبدلوا النظرة، ندوزوا النظرة من زاوية أخرى، هي احنا بغينا ندعموا هاد الناس لمساهمتهم وقدرتهم في المساهمة على التنمية، لأن اليوم دورهم ماشي أنهم يشدوا الدعم وبنظرة إحسانية، بقدر ما تكون نظرة حقوقية وواجب. طبعا تبذل المجهود كبير جدا، وبخصوص هذه البطاقة ديال الإعاقة اللي عتشكل مفترق بين ما كان واللي عيكون مستقبلا، ولكن نكون صراحة أن ضروري انخراط الجميع باش كلنا نبدلوا هذه النظرة هذه، لأن ذاك الشخص معاق والإعاقة ديالو باينة وبارزة، ولكن هناك إعاقات ما كنشوفوهمش، فلهذا كلنا خصنا نبدلوا المجهود. شكرا سي بن طيب. شكرا. ما كاينش تعقيب إضافي، تفضلي سيدة الوزيرة. السيد الرئيس المحترم، شكرا السيدة النائبة وسيد النائب المحترم. السيدة النائبة المحترمة، يعني الحكومة حقت
واحد النتائج مهمة جدا وتكلمت عليها، لكن الحكومة ديال هذه الأغلبية اللي نحن سعداء باش نشتغلوا جميع فيها، هي يعني بغات تمشي أبعد من هذا، وانتم عارفين أنها بغات تمشي أبعد من هذا، بحيث لأن الأسر دابا اللي كتستفد من صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي هي أسر في وضعية هشاشة، وكاينة أسر مثلا متوسطة فالإعاقة تفقر، ولهذا خصنا نمشيو من المقاربة الحقوقية، والمقاربة الحقوقية هي الربط مع منظومة الحماية الاجتماعية، وبطاقة الإعاقة هي اللي غتحدد لنا شكون أشنو هما الخدمات اللي غادي يستافدوا منها هاد الأشخاص. ولهذا قمنا بواحد ناخذ غير مجال الصحة مثلا أو شي طبي، قمنا بدراسة مع منظمة الصحة العالمية باش نحددوا الخدمات اللي غادي تدخل وجزء منها في صندوق الحماية الاجتماعية اللي غادي ما يستافدوش منه غير الأشخاص في وضعية هشاشة، جميع المغاربة، لأن غادي يولي بخدمات داخلة في البطاقة ديال الإعاقة وعندهم الحق يستافدوا منها. بالنسبة لما تبقى نحن كنشتغلوا مع وزارة التعليم، مع وزارة الصحة، مع القطاعات كلها باش يكون أكبر عدد مستفد من التعليم. وطبعا ولكن هناك واحد الجزء، وأنا متفقة معك أن كاين واحد الجزء اللي كنشتغلوا اللي هو واحد الجزء اللي هو الإعاقة العميقة، اللي ما غاديش يمشي للتربية الوطنية، حنا عارفين كلنا عارفينها. ولهذا مع وزارة المالية، مع القطاعات الأخرى، حنا راه حطينا تصور اللي هو يعني مبني على أسس علمية وعلى إحصائيات باش يكون هناك في إطار الالتقائية ما بين القطاعات الجواب للجميع، وماشي غير الأشخاص في وضعية هشاشة، بل جميع المغاربة والأسر المغربية اللي عندها أطفال في وضعية إعاقة لها الحق في التندروس، وهذا حق يضمنه الدستور. وشكرا لكم. شكرا السيدة الوزيرة. والسؤال الأخير في هذه الجلسة حول التقرير الوطني للمغرب متعلق بتحقيق أهداف إعلان ومنهاج عمل بكين بمناسبة مرور 30 سنة على اعتماده، للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، السيدة النائبة المحترمة نجوى كوكوس، تفضلي. شكرا السيد الرئيس على تلاوة السؤال. حول هذا الموضوع نسألكم السيدة الوزيرة. شكرا السيد الرئيس، شكرا السيدة النائبة المحترمة. بلادنا منخرطة بقوة في تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين، واشتغلت الوزارة في تحضير التقرير الوطني اللي هو جزء من التقرير الإقليمي ديال الدول العربية اللي غادي تعرض في نيويورك في مارس إن شاء الله. وشكرا السيدة كوكوس. شكرا السيدة الوزيرة، هذه المعطيات اللي شكرا أنك ذكرتنا بها ولي عدنا. سيدة الوزيرة، يقوم نظام الدستوري المغربي للمملكة على أساس فصل السلطات وتوازنها والتعاون ما بيناتها، وعلى الديمقراطية التشاركية والمواطنة. وأحد أهم أسس الديمقراطية هي استقلالية السلطة التشريعية كونها مؤسسة من مؤسسات الدولة المغربية اللي كان افتخروا بها أمام المنتظم الدولي. ولهذا السيدة الوزيرة ندعوكم لعرض التقرير الوطني للمملكة المغربية حول إعلان ومنهاج بيجين أمام البرلمان حتى يتم تكميله وإضافة بعض الإنجازات التي أحرزها البرلمان على طول هذا ممكن نقوله 15 سنة، خاصة بعد دستور 2011، بحيث أن البرلمان طوال هذه الفترة أحدث مجموعة العمل الموضوعاتية للمناصفة والمساواة، واللي كتقوم بواحد العمل جبار في تقييم السياسات العمومية في علاقتها بالمساواة. أيضا إحداث مجموعة هذا اللجنة الموضوعاتية لتقييم القانون 113، وهذا أيضا يعد إنجازا برلمانيا. وثانيا كنبغيو نحييو النساء البرلمانيات اللي اليوم نفتخروا باننا وصلنا للربع ديال التمثيليه النساء في مجلس النواب، هذا عكس اللي جا في التقرير اللي تم الارسال ديالو بلا ما يكون فيه هذه المعطيات كامله. ثالثا هو استعانه ايضا بالتقارير والدراسات ديال لا سي بي، وخاصه الاخير حول تاثير الجفاف على سوق العمل، وحيث ان ارتفاع نسبه البطاله لدى النساء راجعه بالاساس. شكرا السيده النائبه المحترمه. 10 ثواني الوزيرة. سيدة الوزيرة تفضلي. شكرا رئيس، شكرا السيدة النائبة المحترمة. اللي نبغي نقول لكم هو هذا التقرير ديال تنفيذ إعلان ومنهاج عمل خطة بيجين هو كل 5 سنوات،
الوزاره قامت في واحد الوقت قياسي باش دارت واحد التقرير اولي، يعني اولي، والوزاره مبرمجه لقاء مع المؤسسه البرلمانيه، ورحنا دايرين واحد التواصل باش نحددوا واحد التاريخ ان شاء الله باش يتعرض هذا التقرير الاولي على البرلمانيات السيدات والساده البرلمانيين من اجل الاغناء ديالو. يعني هذا الشيء راه مبرمج، ولكن بحكم يعني السرعه فاش باش يتعطاو واحد التقرير اولي تم الاشتغال عليه، ولكن ماشي هو التقرير النهائي. التقرير النهائي هو اللي غادي نشتغلوا عليه مازال كاملين باش يتقدم في مارس 2025. يعني عندنا الوقت ورحنا مبرمجين باش نلتقوا بكم وغنكونوا سعداء باش تحضروا معنا للاغناء ديالو. وشكرا. شكرا السيده الوزيره على المساهمه ديالك والحضور ديالك معنا. شكرا على حسن تعاونكم. رفعت الجلسه.